كويس أوي. كانوا سامعيني كده اونلاين؟ نعمل بس شير كده سكرين كده، كله كده بقى تمام. نتوكل على الله. بصوا يا جماعه، احنا لما تيجي تفتحوا البروجكت اللي موجود ده، البروجكت ده ان شاء الله بقى هنبتدي احنا بقى نشتغل فيه من الاول خالص. البروجكت ده ما فيهوش اوتو ديتكت، فهنشتغل احنا بايدينا ذكاء عمليه، فهنشتغل بقى بايدينا. نفتح بس كده البروجكت ده كده، الفاينل بروجكت ده اللي هو البي دي اف. كونكشن، هو مش هيعمل كونكشن، هيعمل الكومبايننج. هتتربط ازاي؟ لا لازم تعمل كومباين، مش هتتربط. انت بتعملي كومباين، بتعملي امبورت على الفولدر كله اللي هو فيه الحاجه، بتعمليه لما بيجي يظهر لك تقولي كومباين اند لود او كومباين اند ترانسفورم. في كده اوبشن كده بيظهر، تقولي كومباين اند ترانسفورم عشان يدخلك على الباور بي اي، على البار كويري. فلما بتخش على البار كويري في كده سهمين كده تحت، دوس عليه يعمل لك كومباين اول، يبقى كل الشور نازله تحت بقى. فاكره الحته دي؟ بس هي دي اسمها كومباين اند لود وكومباين اند ترانسفورم. نعم. ريليشن، هيعمل ريليشن ايه؟ ما هو بيديتكت كده الداتا، ما دام انت هنعملها، انا كده كده عندي داتا كده، شويه داتا كده صغيره ممكن نعملها كومباين. اوكي ماشي، يعني نفتكر برضه الحته دي ونشرحها. ماشي يا شباب، نتوكل على الله. ماشي. بصوا، اول ما نيجي نفتح الشيت ده كده، البروجكت اللي مفتوح ده، هتلاقي لو دوسنا كلمه كنترول كده وعملنا اللي هو السكرول داون دي كده، هتلاقي الداتا كده بالظبط. استاذه لا، نبتدي بانهي حاجه اللي هتبقى فاكت سيلز؟ توقعني فاكت سيلز. هقول الفاكت تيبل، قصدي فاكت تيبل. لا، هيبقى السيلز. تعالى نقف هنا كده بالسيلز هنا كده، ونبتدي نشوف كده الداتا دي هنربطها ازاي. احنا قافلين، انا قافل هنا الاوتو ديتكت، عشان لو انا كنت رفعت الحاجه كده على طول كان هيربط على طول. لا، احنا عايزين نربطها بايدينا خلاص. تعالى كده نبص كده على شويه داتا دي كده، نكبر كده ونشوف الكاستمر كي. كاستمر كي ده هنا فين؟ كاستمر اي دي بالكاستمر كي اهي كده. اول ما نيجي نعملها كده يقول لك ايه؟ لا مش تنفع. كاستمر اي دي بكاستمر كي، لا مش نافع. طب تعالى نشوف، احنا اول حاجه نبص على الكي دي كده، الكي نشوف كده البرودكت. تعالى نجيب البرودكت هنا كده. ماشي، احنا هنبص، احنا هنربط كلهم مع بعض. نبص كده على الحته دي كده، اوردر داتا كي، كاستمر كي. نعم، الكاستمر اي دي بكاستمر كي. لا، ما هي برضو عملت، بس مش هي مش مظبوطه. بالظبط، الارقام مش مظبوطه. هو ممكن يربطها ببعض بس مش مظبوطه. لا، هو عامل طب ما نبص على الجدول. ايوه بالظبط، الكاستمر اهو كاستمر كي من اول 11000 لحد 11990. تعالى بقى نجي هنا في الايه، في السيلز، الكاستمر كي. لا، ده برودكت كي، ده اللي هنربطه بالبرودكت. فين الكاستمر؟ كاستمر كي في برضه. احنا ورينا اول بس الماينس، بس هي فعلا تتربط بالكاستمر كي، لان هي بادئه اهي من 11 اهي، واصله لحد 11900. لا صح، هتتربط بالكاستمر كي. الاي دي بالكي، لا الاي دي بالكي هتبقى كده، هتبقى ماشي. اول ما نيجي نربط، الموضوع ده هنلاقي في حاجه اسمها كروس فلتر دايركشن. فين؟ في كاستمر كي هنا في السيلز؟ بص، في كاستمر كي، في هنا فين؟ في كاستمر كي اهي، يا جماعه. تعال نبص كده على الكاستمر اي دي، لحظه. تعال نبص على الكاستمر اي دي هنا كده.
كاستمر اي دي مفيش حاجه اتربط، كلهم اي دبليو، كلهم اولهم اي دبليو. هنربطها ازاي؟ انا عايز يبقى كاستمر كي. لا لحظه، هي كاستمر كي وهنربطها في السيلز بكاستمر كي. اهو كاستمر كي وهنربطها في السيلز بكاستمر كي. خلاص كده وصلت يا جماعه؟ انا وصلت. يبقى كاستمر كي بكاستمر كي صح كده؟ شكرا شكرا شكرا. لا دي اول سالفه، دي اول لقطه بس اول كده. لا 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 ما فيهاش حاجه، ما فيهاش مشكله. بصوا يا جماعه ركزوا كده، هنا اول ما تيجي ندوس على الـ ريليشن دي كده بيقول لك ايه، ان ريليشن ميني تو 1 او 1 تو ميني، فهنا بتبقى الكروس فلتر اسمها سنجل. ايه 1 تو ميني؟ ما هي في هنا دي سنجل، كروس فلتر دي دايركشن اسمه سنجل، عشان تفتكروا بس اللقطه دي اللي هي 1 وهناك في ميني. اوكي الميني دي بتبقى في السيلز عموما. اوكي تعالى البرودكت، البرودكت هنا في هنا برودكت كي، في هنا برودكت كي، في هنا برودكت كي 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 كي، برودكت كي وبرودكت كي. اهي اهي اهي، يبقى احنا كده ربطنا البرودكت كي بالبرودكت كي في البرودكت، الجدول البرودكت ربطناه بالسيلز بالبرودكت كي. اوكي وصلت ولا ايه؟ السلام عليكم ولا ايه؟ تمام كده. فكده احنا عملنا دي كده اهي كده 1 تو ميني وهنا 1 تو ميني. اوكي شباب معلش ركزوا معايا بس لحظه، الكاستمر للسيلز دي 1 تو ميني، البرودكت للسيلز دي 1 تو ميني. اوكي تمام. تعالوا بقى هنا في الريجن، هل في هنا ريجن؟ تعال نكبر اهو، تعال نكبر كده وصل كده اوضح. تعال ريجن 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 ريجن، سيلز تريتوري كي دي او سيلز تريتوري كي، تريتوري دي تريتوري دي اللي مقاطعه او اللي هي كده، فهنعمل دي سيلز تريتوري كي دي، اي هنربطها دي بدي، السيجما بالسيجما. اوكي اللي هي على علامه السيجما دي، السينما ولا سيجما؟ سيلز تريتوري كي في الريجن بالسيلز تريتوري كي في السيلز. اوكي ما هو ده سي، ما هو ده كي وده كي. اوكي اوكي مساء الخير، سمعنا ولا مع الاسف؟ ماشي اوكي. فكده بصوا يا جماعه احنا كده عملنا ايه؟ كده 3 تيبلز ربطناهم 1 تو ميني للسيلز، السيلز ده اسمه فاكت تيبل. اوكي فاكت تيبل، اما الثلاثه دولت اسمهم دايمنشن تيبل او ديم تيبل دايمنشن. اوكي تمام. ريسيلر تعالى كده نبص كده على الريسيلر كده ونشوف ايه اللي ممكن يتربط بالريسيلر. ريسيلر اي دي، فين الريسيلر اي دي؟ ريسيلر كي اهو. طب تعالى كده نتاكد ولا مش لازم؟ مش لازم. ريسيلر اهي، ريسيلر اي دي اولها اي دبليو 00 كده في السيلز. في هنا ريسيلر، ريسيلر اي دي تنفع مع ال، لا لا مش جايه لا ريسيلر. طب هنا في ريسيلر كي اهو، ريسيلر اي دي، ريسيلر ريسيلر كي اهي، كي كي اولها 1 لحد 701 هنا في السيلز، الريسيلر كي من 1 لحد فعلا 701 كده زي الفل قوي. يبقى كيب كي في الريسيلر، هنربط الريسيلر كي بالريسيلر كي اهو، ريسيلر كي فين بقى الريسيلر كي؟ هنا الريسيلر كي بالريسيل كي اهي. برضو قال لك هنا ايه 1 تو ميني، وقال لك الكروس فلتر دايركشن اللي هي سنجل رايحه مش راجعه. يعني بصوا لا بس عايز اقول لكم يا جماعه فرق عن الموضوع ده في السنجل دي، ان جدول زي البرودكت ده يفلتر على السيلز، لكن السيلز ما تفلترش على البرودكت، عارفين كده ولا لا؟ بوس اسمها بوس. لا لا هي بتبقى كده 1 تو ميني، اصل انت هتفلتري على هنا تعملي ايه؟ هي اذا كان هي البرودكت هنا في الجدول ده بيبقى برودكت واحد بس، اما في السيلز بيبقى كذا برودكت لكذا عميل، فاهم قصدي ايه؟ فبيبقى الجدول اللي فيه البرودكت، يعني مثلا تقولي موبايل باع منه كام عميل، فاهماني؟ جوه السيلز. اوكي؟ وصل كده يا شباب؟ انت جعان صح؟ انا جعان فعلا. اوكي اهو كده. وريسيلر كي اخر حاجه بقى، سيلز اوردر. في حاجه اسمها سيلز اوردر كي اهي، فين سيلز اوردر لاين كي؟ سيلز اوردر لاين كي اهي اهي بهي. ايوه جدع 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 جدع. في سؤال هيجي، سؤالك السؤال ده.
في سؤال هيجي يسألك سؤال ده. بص بص يا شباب، دي رايح جاي. طب لا انا عايز اعملها بس كده 1 تو 1. لا دي 1 تو 1 مش ايوه ماشي، دي تفلتر على دي ودي تفلتر على دي، بس هي 1 تو 1 عادي يعني، دي تفلتر على دي بس انا اخليها سنجل. لا مفيش، يبقى هي 1 تو 1. بصوا يا شباب، ما هي دي تفلتر دي ودي تفلتر دي. تعالى كده نمسحها كده، انا عايز امسحها لحظه. ده السيلز اوردر، عارفين يعني ايه سيلز اوردر؟ سيلز اوردر ده اللي هو الورك اوردر، زي ال سيلز اوردر ده اللي هو بيتعمل بيه، لا اما بيعه او بيتعمل فيه حاجه. مثلا في عميل جاي يشتري منك، فمثلا ممكن تقول له لا الحاجه عندي في المخزن الفلاني، بس ممكن اعمل لك بيها سيلز اوردر. سيلز اوردر ده ايه؟ بحجز بيه المنتج، باخد منك الفلوس كلها، ما باخدش منك نص ولا حاجه، باخد منك جزء كله لحد ما يجي الموبايل واجي اديك، لما يجي اديه لك. اسمها سيلز اوردر، هي حجز ريزرفيشن كده، حاجه زي حجز. بس عايز اتاكد بس من سيلز اوردر دي كمان. تعالى كده هنا كده سيلز اوردر، انا عايز ابص على السيلز اوردر لاين كي والسيلز اوردر دي. ده السيلز اوردر لاين كي والسيلز اوردر لاين. تعالى هنا كده نبص في السيلز، هنا السيلز اوردر لاين كي. احنا ممكن ربطناها بسيلز اوردر لاين كي ولا سيلز اوردر سيلز اوردر سيلز اوردر؟ مفيش غير دي سيلز اوردر لاين كي، يبقى دي بدي فين؟ ايوه انا بتكلم ده الاوردر ده، انا بتكلم في السيلز، انا ببص على السيلز اوردر وببص على السيلز، فاهماني؟ فهنيجي هنا السيلز اوردر لاين كي بالسيلز اوردر فين اهي، لاين كي بلاين كي اهي واهي. بص تمام. بصوا بقى الحته دي يا جماعه، عشان دي بقى يعني ايه، دي كده زي ريفيجن على كل باور بي اي. بص كده نصغر دي كده، بصوا المنظر هنا عامل ازاي. خدت بالك يا استاذه؟ احنا هنا كله بيصب في السيلز، فالسيلز دي حاجه اسمها ستار سكيما. ستار سكيما بيبقى القلب، بيبقى حاجه اسمها فاكت تيبل، وبيبقى الاغلبيه اللي بيحصل فيها المعاملات التجاريه، بيحصل فيها المعاملات والكالكوليشن اللي هي بتبقى ايه سيلز. بيكون مثلا فيها بتبقى اغلبيه سيلز اللي هي اسمها فاكت تيبل. فاكت ده اللي بيحصل فيه العمليات الحسابيه، وفي حاجات تكرارات كتير يعني، عميل واحد خد اكتر من منتج بيتسجل في الـ في الـ في الـ في الجدول ده. اما الجداول اللي حواليه دي بتبقى الجداول القيمه اللي فيها بتبقى واحده بس، اوكي؟ دي اسمها دايمنشن او ديم، دايمنشن تيبل، اوكي؟ دي الجزء ده كله اسمه ايه؟ اسمه ستار سكيما. طب ليه اسمه ستار؟ لان بيبقى الشكل ده كده، وبتبقى دي كده نازله هنا كده، ودي بتبقى نازله هنا كده، بتبقى بالمنظر ده كده، بتبقى عامله زي الستار، اسمها ستار سكيما. افتكروا دي كده، في حاجه اسمها سنو فليك سكيما. الجداول دي بيطلع منها جداول ثانيه اسمها سنو فليك، عاملين عارفه اللي هي سنو فليك اللي بتبقى في الثلج دي، مش عارف اجيبها لكم ازاي، بتبقى حته كريسماس دي اسمها سنو فليك. دي بتبقى جداول بتفتح في جداول. والله لكن دي اسمها ستار سكيما. نعم كريستال، بالظبط كريستالز، بالظبط هي دي اللي كانت ناقصاني كريستالز. اوكي زي كده، بس كل جدول طالع منه جداول ثاني. لا كل جدول مش جداول ثاني، يعني ممكن جدول صغير مثلا. بس مش معايا انت في الاكل دلوقتي ولا انت كويس؟ اوكي بص كده كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا ربطنا كل حاجه ببعض كده خلاص. ده اوبشن احنا قافلينه عشان احنا اللي نعملها بايدينا، عشان تبقى ايديك واخده على الموضوع. حتى انا بغلط معاكوا عشان ان انت في البدايه انا مش هبقى ماشي معاك زي سيستم، او ان انا ماشي معاك زي الاله. لو نروح من هنا لا انا بغلط برضو معاكوا، عشان تبقى ده الشغل بتاعك. يعني احنا بنعمل حاجه اسمها بلايند ابروتش، اللي هي ايه؟ بنشتغل عمياني كده، اللي هي ايه؟ بنبتدي بالداتا ونغلط ونعملها واحنا موجودين. بالتالي انا طول الموضوع بلايند ابروتش. لا هي اوتو بتبقى انت بس كل عليك انت بتبص بس انت بتبص بس. يعني عشان خد بالك ممكن تسافر يعني بسبب الاوتو دي. خلاص كده احنا وصلنا الموضوع. نفتح بقى ايه الامر ده. يوز فايل بي بي اكس ده اللي انا كنت حاطه في الفولدر عنده. بيقول لك ايه تشيك ذا موديل اند كرييت ريليشن بتوين تيبلز. دي لا لسه عاملها. What was the type of schema do you have created, star or snowflake? Star schema. افتكروا يا جماعه تقروا في السكيمز دي شويه. All cross filter direction between tables were single or by direction they both. هي single، اغلبيتها كانت single. ما عدا واحده بس كانت بوس اللي هي 1 to 1. اوكي؟ hide the following columns as they are only key to link tables. بيقول لك hide بقى الكولومز دي. كاتيجوري اعمل، ما احنا دي مش عايزين تظهر في الريبورت فيو.
فاهم قصدي؟ يعني مش عايزين الشكل ده، الكاتيجوري اي دي وكل حاجه كي واي دي والكلام ده مش عايزينه يظهر في الريبورت فيو، احنا بنربط بيه التيبلز لكن مش عايزينه يظهر بقى في الريبورت فيو عشان ما يلخبطناش، صح كده؟ فهنيجي نعمل ايه؟ هنيجي هنا كده في التيبل، تمام؟ التيبل ده بقى هنيجي ايه في الكاتيجوري مثلا، الكاتيجوري برودكت، اه معلش برودكت اهي اهي البرودكت اه كاتيجوري اي دي هي لا يبقى انا اتلخبطت ماشي. البرودكت يبقى برودكت اي دي، انا كتبت دي. بصوا يا جماعه شايفين العلامه دي كده؟ البرودكت كده شايفين دي كده؟ هنعمل على علامه العين دي كده نعمل لها هايد. دي كده هتختفي هنا، هتبقى ظاهره هنا لكن مش هتبقى ظاهره في الريبورت اللي هو الشكل اللي احنا بنطلع بيه ده واحنا بنعمل الشكل هنا، فاهماني؟ يعني البرودكت ده كده لما تيجي تفتحيه مش هتلاقي حاجه اسمها برودكت فيه هنا، فاهمين قصدي يا شباب؟ تمام كده يا مصطفى؟ كله معامل هايد ازاي؟ مفيش هايد هنا. تيبل ايه؟ هنا كده يعني؟ هنا ايوه ماشي، ما هو هايد تعملي من هنا ومن هنا صح؟ ايوه تمام كده احنا عملنا ايه في البرودكت؟ بقول لكم تعالوا نمسك كده كاستمر كده واحد واحد، تعالوا كده كاستمر كي برضه هتعمل له هايد، نمسك كده تيبل تيبل اوكي؟ كاستمر كي نعمل له هايد، نرجع دي البرودكت كده كده خلصناه، ريجن في سيلز تريتوري تريتوري كي نعمل له هايد، كي واي دي اي كي واي دي نقابلها نهيضها. نعم مش عايزين نظهر في الريبورت، مش عايز اظهر في الريبورت عشان ما تلخبطنيش في الشكل. طب هو ايه الفرق بين كاستمر كي وكاستمر اي دي؟ تعالى كده نبص كده عليها، كاستمر اي دي وكاستمر كي حاجه تخص الداتا بيز، بصراحه مش هكدب عليك انا ما بفهمش قوي في الداتا بيز. نورماليزيشن ودي نورماليزيشن نورماليزيشن ودي نورماليزيشن اوكي. تعالى بس نعمل كده الاول، نشوف كده الاول هنا دي كده عملنا دي البرودكت ريجن، عملنا هايد في السيلز تريتوري كي ريسيلر، نيجي في الريسيلر اي دي نعمل لها هايد، نيجي في الريسيلر كي نعمل لها هايد بس كده. افتح الريسيلر كي واي دي، فين الكاستمر اي دي؟ وفي كاستمر اي دي برضه نعمل لها هايد. ايوه اي دي واي دي برضه يعني كاستمر كي في السيلز نعمل لها هايد. ايه تاني؟ سيلز اوردر لاين كي هايد، سيلز اوردر تريتوري كي هايد، شيب ديت كي لا لا شيب ديت دي لا خليها زي ما هي كده. احنا وصلنا للسيلز الكي الكاستمر كي السيلز اوردر لاين كي السيلز تريتوري كي هايد، وصل كده يا شباب؟ نعم ما انا عملتها الريسيلر لسه ما وصلتهاش، لا عملتها اهي الريسيلر اهي السيلز، ما هو ده السيلز اللي لسه فيه اهو، انا كنت لسه فيه من شويه. اوردر ديت كي اهو برودكت كي وريسيلر كي ماشي يلا بينا. انا بس الفكره بس كلها اللي احنا الغرض من الموضوع ده ان انا عايز اعمل هايد لكل العمدان اللي انا مش عايزها اللي هي تظهر لي في ريبورت فيو لما اجي نشتغل، فاهمين قصدي؟ فاهمين؟ يعني لان الداتا دي كتير قوي، الداتا دي كتير قوي، فبتبقى انت عايز تشوفها في التيبل لكن مش عايز تشوفها في ريبورت وانت بتسحب الداتا وتشتغل عليها. وصل فيجوال؟ ايوه بالظبط. لا الديت لا الديت لا ما تعرفش من الديت قوي، ما تعرفش من الديت، الديت ده مشكله على سؤال. احنا كده وصلنا للسيلز سيلز اوردر كي، السيلز اوردر بقى يبقى في سيلز اوردر لاين كي بس كده. كاجل وميفن، في ميفن وجوجل داتا سيت، انا في فيديو كده كان ناس هم عاملين، وفي باور بي اي داتا سيت سامبل يو سامبل شفتها دي؟ ليه لا ميفن ميفن اسمها ميفن ميفن اناليتكس بيحط اسمها ميفن، ميفن ده بيجيب داتا بيبقى فيها اكتر من تيبل وتقدر تجمع تقدر تلنكهم ببعض. وصل كده؟ وفي شاندو، شاندو ده اللي هو الراجل على اليوتيوب ده الراجل الهندي ده. بصوا يا شباب كده احنا عملنا كل ده، نيجي بقى هنا كرييت ديت تيبل ويز نيم ديت، اه نجربها بايه؟ بكالندر اوتو ولا كالندر؟
تحبوا ايه؟ ايه يا استاذ؟ تحب نجربها ايه؟ كاليندر، في كاليندر اوتو وفي كاليندر. بص احنا لا، ما هو كاليندر دي انت بتحط ديت بايدك، كاليندر اوتو بيخش يعمل سكان. نعم ايوه، اول تاريخه في الجداول كلها. بس مشكله بقى كاليندر اوتو دي لو في سبيس او في اي حاجه يقول لك ان التاريخ من 1900، فاهم؟ من اول 1900، ما هو لو في سبيس ولا حاجه في الداتا تبقى مشكله كبيره. التيبلز اللي بتبقى موجوده بيبقى فيها مثلا سبيس، مثلا في الاكسل شيت مثلا بتسحبه، فممكن مثلا بيبقى اول او اخر روز خالص كده بتبقى سبيس، فهو بيقراها فاضيه، فهو يروح قايل لك الفاضي ده بيروح قايل لك ايه؟ مش بتيجي قوي صدقني، ما بتجيش الفاضي ده في الروز. هتعمل ايه الروز ازاي؟ تفر الداتا الجديده هتضيفها ازاي؟ دي بتبقى فيها شويه حاجات كده، بس هنجربها بكالندر وكالندر اوتو، يعني فاهمين قصدي؟ تعالى كده الاول احنا بص عايزين نشوف السيلز. تعالى كده في التيبل ده هنا كده، في احنا فيها لا فعلا الجوع مؤثر يا باشمهندس، الجوع مؤثر جامد. بص يا جماعه احنا ممكن هنا نبص كده اهي دي، بصي معلش اسمك ايه معلش؟ ياسمين. بصي او بصي في هنا كذا حاجه بقى، في هنا شيب ديت، وكان في هنا اوردر ديت ولا لا؟ في هنا نعم في اوردر ديت وفي شيب شيب ديت. فهنا بقى الفكره ان احنا لازم نعمل تيبل من بره عشان نفلتر على الاثنين دولت. مش انت قبل كده سالتيني في الموضوع ده؟ لسه مشكله ليه؟ يعني مش حاسه ان انا قادره اجيب. بصي دلوقتي الاوردر ديت ده 7 جولاي، الشيب ديت 14 جولاي. هي الفكره بس كلها ان انا بعمل كرييت ديت، انا ما اعرفش بقى الاوردر ديت ده. بصي في هنا 7 وفي هنا 9 وفي هنا 14 وفي هنا 16. طب انا عايز مثلا يوم 8، فاهمه؟ يوم 8 اجيبه منين؟ مفيش يوم 8 هنا. ما هو مفيش، ما هو هنا مفيش 8. 1 2 3 4 5 6 7 7 بصي هو بيبقى فيه شويه داتا بتبقى ميسنج، احنا عشان كده بنكري الكالندر ديت، فاهمه قصدي ايه؟ لو في حاجه ناقصه، يعني مثلا لو في مثلا حد بيعمل اوردر، نفترض ان الشيب ديت ده مثلا انا عايز اعرف الايام اللي احنا ما عملناش فيها شيب ديت، هفلتر على انهي التواريخ مش هتبقى مظهره لي. لما اجي افلتر يا جماعه الشيب ديت بيجيب لي ايه؟ مثلا نفترض ان يوم الجمعه ده يوم 7، فيروح قايل لي ايه 1 2 3 4 5 6 و7 دي يروح شايلها ويشتغل من يوم 8، صح؟ بالظبط. لما اجي بقى انا بقى عايز افلتر على يوم 8، على يوم 7 قصدي، مش هلاقيه، يعني مش هعرف اسلكت عشان الاقيه، فاهمين قصدي ولا السلام عليكم ولا ايه؟ الموضوع كبير صح؟ هنشوف دلوقتي، هنشوف. بصوا في بقى كذا حاجه، هو بس نبص الاول دي، بيقول لك اعمل كالندر ديت ونيم الكولوم باسم ديت وفورمات الديت ده بشورت ديت وكرييت ذا فولوينج كولومز اللي هي يير وكوارتر ومانث مانث نمبر ومانث وداي اوف ذا ويك. تمام كده؟ احنا ممكن نعمل لقطه حلوه قوي، مش احنا عملنا حاجه اسمها كالندر اوتو؟ تعالوا في هنا معادله اسمها اد فانكشن اسمها اد كولومز، فاكرين اد كولومز دي قبل كده؟ دي بتبقى بنجيب جدول وبنحط عليه كولومز جديده. تعالى كده نشوف احنا ممكن نختصر كل ده في معادله واحده. يلا بينا ولا ايه؟ يلا بينا. مش مرتاح لك على فكره. نيو تيبل خالص، نيو تيبل، نيو تيبل. بص بقى يا شباب، تعالى كده نكبر بس الكلام شويه، وتعالى نكبر دي كده شويه. نيو تيبل اسمه ديت. دي هو انا فتحتي ديت 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 ونكتب اد كولومز، اوكي؟ وبعد كده نعمل ايه؟ كالندر اوتو، كالندر اوتو، ونقفل بس الكوس بس مش اكتر، خلاص؟ ده اسمه التيبل. النيم احنا بعد كده عايزين نحط جنب الكالندر اوتو دي الير والمانث وال، تمام؟ هنيجي نعمل هنا اللي هنا اسمه ايه ده؟ الير. الاكسبريشن هتبقى ايه؟ هتبقى في معادلة اسمها year، وهنحط فيها الديت اللي هو كالندر اوتو. طيب
لا 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 انا لازم اعملها من الاول، لازم اعملها شغل بلدي. تعالى بقى كده نعملها كده. لا 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 والله ابدا. احنا الاول نعمل نيو تيبل الاول، ده اسم كالندر اوتو. احنا عايزين نعمل تيبل اسمه ديت، تمام؟ فهو بيقول لك في معادلتين اللي بتستخدم بيها الديت. لو انت مش عارف التواريخ اللي موجوده عندك في الجداول كلها، يعني مثلا نفترض ان انت مثلا بدايه الشركه بتاعتك من يوم 1/1/2017 لحد مثلا النهارده، فانت بتحط له ان الكالندر بتحط من 1/1/2017 الاند ديت مثلا لحد النهارده، تمام؟ طب انت مش عارف، ومش عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، مش عارف الديت اللي موجوده في الشيت كله، ما انت ساعات بتجي لك داتا تعرف التواريخ بتاعتها منين. ما انت بقى مش تقعد تبص على تاريخ تاريخ وتقعد تتابع، ما هو في اوردر ديت وفي شيب ديت وفي لو في حاجه ثانيه. فنعمل ايه؟ نعمل هنا نيو تيبل. وصلت؟ نعملها كده بالطريقه ديت اهو، الجدول اسمه ديت، وبعد كده نعمل كالندر اوتو. اهي كالندر اوتو دي بتعمل ايه؟ بتخش تعمل سكان. استنى اهي، لا 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 هو انا عايزين نجاوب. بص يا جماعه، هي كالندر اوتو دي بيقول لك كالكوليتد فروم ذا موديل اوتوماتيكلي. اهي كده اهي، وبعد كده ندوس انتر. وصل؟ واقف لحد هنا كده شويه كده. احنا عملنا الجدول اهو اسمه ديت. لما نيجي ندوس هنا كده هنلاقي ان الديت اتكريت اهو، خدت بالكم؟ اهو الديت اتكريت. تعالى كده نكبر الكلام كده نعمل دي كده اهو، من اول 1/1/2017 لحد 31/12/2020 بدون ميسنج، يعني الداتا كامله بدون ميسنج، تمام؟ وصلت؟ تمام. دي كالندر اوتو، بس كالندر اوتو وتقفل القوسين، مفيش اي تفاصيل. لو انت بقى عايز تقولي له مثلا ايه، انا عايز اقفلها على السنه الماليه، تحط له شهر 6 يقول لك اخرها 30/6 علشان هتبتدي من 1/7، يعني دي من 1/7 بالظبط. او مثلا 4 31/4 ولا ما اعرفش 31/4 او 30/4، دي بتبقى السنه الماليه بره، السنه الماليه بره في شهر 4، السنه الماليه هنا في شهر 6 او بدايتها شهر 7 كده يا شباب. ايه تمام تمام تمام. نيمز ديت كولوم، اول واحد ده كده اسمه ديت، هو متكريت ديت. اوكي، بعد كده بيقول لك ايه، فورمات ذا ديت كولوم تو شورت ديت. هنيجي نقف هنا كده وهنقول له شورت ديت، هنقول له ديت اهو، بس ديت اهو، ونخلي الشورت ديت ده كده يبقى شورت ديت، يبقى مثلا كام؟ 14 مارس 14 مارس اه كده، اللي هو التاريخ ده يا جماعه، اللي هو دي دي، ونخلي مثلا دي، نخلي دي مثلا واي واي مثلا اسمه اد كولومز. ما هو حاضر هعملها واعملها في حاجة. تاني كده يا باشمهندس. لا لا هي بتعمل كده، ما انت في هنا بيقول لك انت لو عايزه ديت ولا ديت وست تايم، انت بتعملها له كده، بتقول له الفورمات بتاعتها، حتى كمان الفورمات بيقول لك الفورمات بتاعتها، حتى بيقول لك ايه، فورمات ذا ديت كولوم تو شورت ديت، هو بيقول لك اعملها دي، انت مش هتعرف تختارها. او انت بقى لو تحطها كل جوه معادله فورمات. اوكي، تعالى بقى نشوف الحته دي. كرييت ذا فولوينج كولومز تو تيبل يير. ساعدين كده يا استاذ في الموضوع ده. هنعمل نيو كولوم، هنكتب هنا الكولوم ده يبقى يير. كبر دي كده شويه، في معادله اسمها يير صح كده، يير، ونقول له ديت. ديت اهو، ديت جوه الديت، الديت جوه الديت تيبل بالظبط، ديت كولوم جوه الديت تيبل. اوكي، وندوس انتر. كده احنا جبنا ايه؟ السنه. قال لي بعد كده ايه، احنا عايزين الكوارتر. الكوارتر في معادله اسمها كوارتر، هندوس بالظبط، بس ممكن نزود تزويده كده بسيطه. ممكن انا نكتب الكوارتر اسمه كيو كوارتر كوارتر كيو تي. لا لا هقول لك كوارتر اهو، انا كده نكتب ايه، كوارتر اهي، ونقول له الديت في الديت تيبل، وندوس انتر. بس بصوا بقى حته الكوارتر دي، في الكوارتر ده جاب لي 1، انا عايز بقى اقول له كيو 1. هنعمل ايه؟ هنيجي نكتب قبل الكوارتر دي كده، هنكتب كيو، هنعمل قصدي شيفت كوتيشن كيو، شيفت كوتيشن، بعد كده اند كده، اللي هي تبقى كيو 1،
وصلت يا شباب كده تبقى افضل. اوكي بعد كده ممكن نعمل ايه تاني؟ مانس نمبر. مانس نمبر اللي هو يا جماعه مانس مانس. طب ليه احنا بنعمل مانس نمبر؟ صح نعمل كده عشان فعلا لما نيجي نعمل سورت فعلا، لان انت لو جيت عملت سورت بالمانس هيجيب لك اول حاجه ايه؟ ابريل. لو انت قلت له اسندنج هيقول لك ابريل، صح ولا لا؟ فهو مش هيشوف، هو مش هيفهم ان انت بتسورت بايه. فانت لازم تعمل له سورت بالرقم الشهر عشان لما تيجي تعمل سورت بالاسندنج هيجيب لك الشهور مظبوطه. تمام ولا ايه؟ الكيو كيو اي كيو دي. حاضر يا باشمهندس حاضر. الكيو دي اللي هي هتبقى 1، فانت بتحط شيفت كوتيشن. لو انتوا بتكتبوا اكتبوا معايا، لو انتوا بتعملوا الير الير يير يير ديت ديت. انت لما بتكري الديت تيبل هو اوتوماتيك بيعمل لك اول كولوم اسمه ديت. كلمة كلمة رمز يعني؟ لا هي رمز. لا رمز رمز لا اي بص، كلام عايز تربطه بمعادلة يتحط ما بينهم انت، بس الكلمة تحط ما بين كوتيشن. اي بص تقف هنا كده هتلاقي اهي. بص اهي تعالى كده نكبر الكلام كده شوية او دوس دوس كنت اهي. بص اهي احنا عايزين نحط كيو. لو حطينا كيو هنا دي كده، لو شيلنا دي كده وحطينا دي كده هتلاقي المعادله لونها محمر، هتلاقي بيقول لك في حاجه غلط. فتلاقي هنا كده بص هو هيقول لك غلط، هتلاقي المعادله ايرور اهي. فنحطها هنا ما بين كوتيشن زي الاكسل يا جماعه، اهو كده كوتيشن اند يقدر اهي بس كده بالظبط كده اند اهي كده المعادله اهي اتشافت اهي، وندوس انتر كده بقت كيو والمعادله لا تظهر. فاكرين اول فاكرين الريفيجن كان في الاكسل؟ كان في الحته دي شرحتها دي قبل كده. تمام هي والله نفس الاكسل. تمام كده يا شباب، تعالى بقى الحته الجايه احنا عايزين مانث نمبر. لا لسه ما جبناش، معلش نيجي متاخر. مانث نمبر اهو في معادله اسمها او فانكشن اسمها مانث، اهي مانث، ونقول له الديت في الديت تيبل. بصوا يا جماعه احنا كل اللي احنا بنختاره اول ديت ده اسمه ديت. احنا ممكن نخليه مثلا ايه، هو اسمه ديت، ما فيش حاجه تانية اسمه ديت، والجدول كله اسمه ديت. فهو في الـ في الـ في الايكويشن بتاعت الداكس بيجيب لك اول حاجه اسم الجدول وبعد كده اسم العمود. فهو اسمه ديت، الجدول اسمه ديت والعمود اسمه ديت. وصل كده يا يحيى؟ تمام. وهنقفل كده الكوس وندوس انتر. فكده ده المانث، كده جبنا المانث. اوكي تمام كده يا ياسمين. تعالى بقى نكمل اللي بعديها. دي اوف ويك. ها دي اوف ويك المانث العادي. معلش المانث العادي اهو. مانث لا مش تبقى كده، هتبقى كده هنبقى نخليها مانث عادي والديت هتبقى عادي. ايه يا استاذ انا هنزوده؟ ايوه اللي هي فورمات، اللي هي في الاكسل اسمها تكست. هنكتب هنا فورمات وهنعمل دي كده ونقول له، واحنا حطينا معادله مانث جواها ونعكها كوما، وبعد كده الفورمات بتاعتنا ام 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 ام، وبعد كده نقفل الكوس وندوس انتر. وصل كده يا استاذه ولا ايه؟ فاكر ام ام واي واي وسي سي والكلام اهو؟ انتوا بتكتبوا ولا ايه؟ طب يعني لو عايزين تكتبوا اكتبوا. وصل كده اسبوعي الدنيا تمام؟ احنا بنعمل مانث وخدناها قط. اكتب مانث عادي، اكتب معادله مانث عادي هنا. بتعمل يا عمر صح؟ اكتبوا يا جماعه معادله مانث عادي. مانث عادي خدها بقى قط، خد بقى بعد كلمه يساوي دي خد اللي انت كتبته كله قط، اكتب كلمه فورمات، دخل دوس كنترول في، دخل مانث جنبيها، بعد كده بقى كوما شيفت ام 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 الفورمات. ما انا عايز اجيب اسمها، اجيب اسم الشهر منين؟ ما هو معادله مانث بتجيب الفورمات دي اللي بتفرمت. ما انت لو عملت ام ام بس هيجيب لك اوج سب شورت. هو انت بتذاكري من معلش؟ انا عدو الكتاب جدا، انا ما بذاكرش حاجه من الكتب.
يا اي سي ذا ديفرنس يا ده كشكول عادي على فكره يا اي هاف تو ايز اي كان سي يا وصل كده وصل كده عمر وصل كده كيمو ولا لا ثانيه هو احنا لا انا عندي برضو ديسمبر انا عندي ديسمبر برضو هي دي المفروض يناير انا عندي المفروض ديسمبر وهي المفروض يناير يبقى نحط هنا الديت بس ثانيه لا لحظه يبقى الديت معلش انا اسف كده الديت لا احنا سخنا قوي ثانيه لحظه اهو نشيل دي ديت اللي هو الديت جوه الديت تيبل اهو ندوس انتر لا دوس انتر اهو كده ظبطت اهو معلش احنا خدنا منطقه يا ما احنا لازم نفوق بقى والله يا جماعه في ايه؟ لازم نفوق بجد كانت جايبه لي ديسمبر وهي كانت جايبه لي بصوا اهي الحاجه اهي كده بصوا يا جماعه احنا شلنا مانس الغلط ان انا اخترت مانس بس هي ما جابتش عملت ايه في ايه؟ مش عارف بص اهي اهو تعالى كده نعملها من اول تاني احنا عملنا الاول مانس صح وجبنا الديت اللي هو مانس اللي هو الديت اللي هو في الديت تيبل اهو تمام كده ونقفل القوس والمفروض ان كده هتجيب لنا شهر واحد صح لحظه اهو لا شهر واحد اهي هنيجي هنا قبليها كده ونكتب كلمه فورمات اهي اهو بيقول لي ان الايكويشن بتاعتك ايه اهي ثانيه لحظه كوما الفورمات بتاعك ايه هقول له ام 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 على فكره هو احنا ماشيين صح على فكره اه مش عارف جاب ديسمبر مش عارف بس احنا ممكن بقى لما تيجي مشكله زي كده بتقابلك تروح ماسح دي كده وتكتب تحط الديت بس الديت في الديت اهو دوت ديت انت بقى بيقول لك بقى انت عايز المانس ولا الديت ولا عشان تقول له مانس المانس اهو دول انت استاذ كريم استاذ كريم اللماح ام 4 ام اكتبي 4 ام 4 امات اكتبي 4 امات ما انت هتفلتر على اسم المنصب ازاي لازم اجيب اسم الشهر طب استني شوي حاضر هي ات كورس مغزو انا اعمل لك نعم هفكس ده حاضر هفكس ده خلاص كده يا جماعه وصل كده يا شباب معلش شباب خلاص وصلت ولا استاذ كريم وصل كده بايظ عندك طب ايه طب بايظ عندك حد عنده بايظه ولا ايه بس حلو اللابتوب ده سريع تعال اتفضل ها نكمل ولا ايه؟ نعم؟ اخر محاضرتين يا باشمهندس انا بقيت في التوهان خالص انا ساعات والله يعني انا ساعات والله يعني السلام عليكم معاكم محمد تحسين من قناه والله بقول كده والله ساعات تمام كده بصوا يا شباب احنا كده احنا وصلنا كده الموضوع حلو قوي دي اوف ويك هنعمل ايه؟ فورمات بدل صح هنعمل كده ناخد دي كده المعادله دي كلها كده لا بس دي لا يبقى نعملها بقى من نيو كولوم اهو نعم صح هنعمل كده دي اوف دي او دبليو بس خلينا كده دي اوف ويك
نعمل هنا رقم اليوم ولا عاوز اسم اليوم؟ اسم اليوم، اسم اسم هنحطها في فورمات، فورمات وبعد كده نكتب ديت في الديت تيبل، هيقول لك انت دوت ديت ولا دوت داي، هندوت دوت داي كوما داي 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 شيفت كوتيشن، نقفل القوس وندوس انتر كده تمام. تمام كده انا هعملها لكم اهي كده عشان تشوفوها اهي. وصلت كده ولا ايه؟ اشبعي ده تمام؟ ها السلام عليكم. ماشي كده كويس قوي كده احنا عملنا احنا كده عملنا معلش احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده عملنا كل حاجه تخص الديت تيبل خلاص كده. عشان بيبقى طب احنا ليه عملنا كل ده؟ لان في اوقات انت عايزه تفلتري بالشهر، في اوقات انت عايزه تفلتري باليوم، احنا عايزين نعرف مثلا يوم زي يوم الاحد احنا شغالين فيه ازاي، يوم زي يوم مثلا خميس، يوم زي يوم الجمعه احنا شغالين فيه ازاي. احنا بنعمل ديت على فكره يا جماعه، اي كورس ايا كان بيشرح الديت تيبل، عشان بس اعرفكم بس حاجه، الكالندر تيبل او الديت تيبل ده من اهم الحاجات اللي بتعمل في الباور بي اي العلم بس بشيء. يعني الكورس اللي تلاقيه من غير ديت تيبل اعرف ان في مشكله، يعني مش بهزر والله. كل الكورسات اللي بتشرح الباور بي اي لازم يبقى فيها ديت تيبل، فانت لازم تبقى عارف الديت تيبل ده بيتشرح ازاي. او ممكن نعمل ايه يا استاذ يحيى؟ نكريته منين؟ لا كالندر اوتو، لا ممكن نكريته بقى من على الباور بي اي، الباور كويري. فاكر انت باور كويري دي؟ وعلى فكره بتبقى اسهل واسرع على فكره، بس المشكله في الباور كويري ان هو ما بيعملش اوتو ديتكت للداتا، لازم تحط له الداتا من اول فين لحد. السلام عليكم. خلاص كده؟ اتفضل. كيو 1 اي كيو 1 احنا ربطنا الكيو اند كوارتر. خلاص كده؟ نكمل يا شباب؟ نكمل يا استاذ ان؟ استاذه مستنيه المحاضره. هنعملها 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 بس خلاص بس دي وهعملها لكم عينيا حاضر والله. بس هي بتبقى اد كولومز عموما، اد كولومز وتقعدي تضيفي كولومز يعني معادله، قصدي اسم العمود وبعد كده تكتبي المعادله بتاعته، اسم العمود والمعادله بتاعته. السلام عليكم. نعمل بس كده الاول الحته دي كده، شوف بس كده الاول احنا كده عملنا شورت ديت كرييت ذا فولوينج ميك ذا مانث كولوم بي شورتد باي مانث نمبر. ماشي اللي هو بي شورتد اللي احنا عايزين نسورت بالمانث، هنعمل ايه؟ بعد ما نعمل التيبل. طب ممكن نعمل التيبل بقى معادله واحده عشان انا كده مش هعرف اطبق وراك الا لما اعمل التيبل معادله واحده، عشان عندي مشاكل في معادله واحده. هو انت ثبتي في الاول. حاضر، يلا بينا. حاضر ماشي. تعالى احنا عملنا التيبل ده كده يا باشمهندس كحركات جنب بعض. استاذه عايزه ايه نعمل ايه بقى؟ كلهم في معادله واحده. يلا بينا. كله في الحيف على الله. اد كولومز، بصوا يا شباب. اهي ديت تيبل، ديت تيبل 2 عشان نبقى عارفين تمام. اد كولومز، اول حاجه بيقول لك ايه؟ اول حاجه بيقول لك التيبل هنقول له كالندر اوتو وبعد كده كوما. ليه ده اد كولومز؟ اد كولومز اوكي، وصلت ولا ايه؟ بعد كده احنا عايزين الير، يير لا لا ايه ده؟ لا ده معادلة نيو تيبل، ما هي كولومز دي بتطلع تيبل، ما بتطلعش ام دي او الير. أو أول ما نفتح الير دي كده هنلاقي في حاجة اسمها ديت، أي ديت فوق أي. وصلت؟ كده احنا عملنا الير، بعد كده كوما. بقول لك إيه، نعمل شيفت إنتر بقى، خلينا بقى إيه يعني ولاد ناس بقى كده، يعني نخلي بقى الير دي كده ننزل كده ونخلينا ولاد ناس كده، ده الير. بعد كده أيوه هو في أنت بتهيألي ورايا الكلام ولا ماشي ماشي أيوه طبعًا طبعًا. الكوارتر، بعد كده نعمل أد ده كده عمود تاني اسمه كوارتر، أوكي؟ كوارتر اهو، بعد كده كوما. الاكسبريشن بتاعه يبقى ايه؟
هي يا استاذ كيو لا كوارتر بقى معادله كوارتر اكسبريشن يا جماعه يعني يقول لك المعادله بتاعتها ايه انا ايه كوارتر كوارتر بعد كده الديت الديت اهو الديت اهو او فوق اهو بس هي نعمل هي كده نعمل ايه كده الكوارتر نعمل هنا كيو اند بس كده بعد كده كوما ونعمل شيفت انتر احنا كل ده يا جماعه بنعملها في معادله واحده بس يعني كل اللي احنا عملناه ده بنعمله في معادله واحده استاذ انت معايا صح بس انا يعني عشان يبقى الشكل بس مش عشان ابقى عينيا تبقى شايفه بص احنا اول حاجه يا باشمهندس بص احنا عملنا الاول اد كالندر اوتو بعد كده دوسنا كوما بعد كده جبنا اول حاجه اللي هو العمود اسم العمود الير بعد كده جبنا الير دوت ديت الديت اللي بتطلع من الكالندر اوتو بعد كده تاني يبقى انت اكيد يبقى اكيد في حاجه غلط بص يا باشمهندس عيد من اول الكلام ده كده عيد من اول الكلام ده بقى اللي هي المعادله بقى ما هو يير ده اسم العمود يا باشمهندس لازم كوما انتوا كده شايفين صح المعادله كده كلها شايف كده يا يحيى صح تمام في ايه؟ صح هو فعلا كلامك صح في ما هو في كده الكوما او البراكت مش كده الدنيا ضاعت كده كده احنا هنعيد بقى غلط وصل كده يا باشمهندس؟ السلام عليكم اد كولومز عايزك ركز معايا بعد اذنك من اول هنعمل كده تمام اول حاجه هتبقى اسمها كالندر اوتو وهنقفل القوس كده احنا السلام عليكم كوما هنعمل شيفت انتر احنا كده عملنا اول كالندر اوتو خلاص اول دي اول حاجه بعد كده الكوما اللي بعديها يبقى ايه هيبقى عمود التاريخ عمود الير عمود السنه وبعد كده الاكسبريشن اللي هي معادله السنه تمام هنبقى نعمل هنا الير هنبقى نكتب هنا year كوما او بص هي دي النيم الاول بعد كده الاكسبريشن هيكون معادله بقى معادله الير هيبقى year اهي الديت هيبقى ايه هنكتب ديت اهي الديت هيبقى فوق هنا مش مساوي تطلع لفوق اطلع لفوق خلاص الديت هنقفل الكورس بعد كده كوما ونعمل شيفت انتر اللي بعديها كوارتر شيفت كوتيشن كوارتر بعد كده كوما الاكسبريشن دي اللي هي المعادله تبقى ايه؟ السلام عليكم كوارتر المعادله اسمها كوارتر هتبقى كوارتر وبعد كده نحط الديت اللي هو فوق خالص ماشي نحطها بعدين معلش نمسح المعادله عشان خاطر استاذ محمد ما هو من عيله واحده ما احنا نمسح كمان اهو نقفل دي كده وبعد كده نعمل لنا ايه؟ شيفت كوتيشن بعد كده كيو وصل كده اند اهو بعد كده شيفت كوتيشن تاني احنا قلنا ايه تاني؟ مانث نمبر اي نعمل هنا كده شيفت كوتيشن اللي هي مانث نمبر اهو كوما بصوا يا جماعه اد كولومز دي بتعمل ايه؟ اد كولومز دي بتعمل اللي هي بتبقى المعادله بتقول لك ايه؟ النيم والاكسبريشن نيم يعني العمود والمعادله تمام العمود والمعادله فاحنا كتبنا العمود اللي هو مانث نمبر بنكتبه ما بين كوتيشن يبقى المعادله اللي بعديها تكون ايه هتبقى مانث اهي ونكتب الديت اللي هو فوق خالص اللي هو نطلع فوق خالص اهو وصل كده يا باشمهندس تمام بعد كده نعمل شيفت كوتيشن تاني مانث بس لا اللي هي مانث اللي هي ايه الاسم مانث الاسم مانث اهو كده كده في حاجه غلط انا كتبتها غلط بص شايف كده يبقى دي نسينا نكتب دي عشان نكتب الكوم عشان دي طلعت لي غلط ايوه كده احنا ماشيين صح مانث نام نكتب كده بعد كده نعمل ايه فورمات ديت نطلع فوق اهي بعد كده فورمات اللي هي ام 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 اهي لا لا لا, لا. صح كده اهو كده كده مش صح كوما خدوا بالكم في المعادله دي اي غلطه هضرب في المليان انت فاهمها؟ لو قربت هضرب في النار المعادله دي انتوا فاهمين المعادله قد ايه؟ فاي غلطه في يير يير كوارتر بكوارتر مانث 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 تمام بعد كده
دي اللي هو دي دي وخلاص نكتبها دي وهي كده بقى اسمها هتبقى دي هتبقى ايه هتبقى فورمات كما شفتم بقول لكم اي غلطه هضرب في المليان ديت اي بعد التيبل بعد ديت لا مفيش ديت تيبل مفيش ديت تيبل احنا ما احنا بنتكلم في الديت تيبل ديت بعد كده نعمل ايه دي 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 بعد كده في القوس وبعد كده في حاجه ثانيه لا هو اخرنا التيبل بس كده احنا كده كويسين طب احنا طب يعني الثلاجه مقفوله الحنفيه مقفوله الغاز مقفول احنا عشان خارجين خلاص اصل بص انت خلاص الدنيا هتضرب هنقفل هنا كده ونقفل الكوس بصوا هتلاحظوا الكوس بتاع اد كولومز ده لونه احمر اول ما اجي اقفل هنا كده هتلاقي ده مع ده خدتوا بالكم الكوس ده مع الكوس ده فاهمين قصدي ايه يبقى في حاجه غلط انا متاكد في كوتيشن مش مظبوطه في 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 كوما مش معموله هي في انا عايز بس انتر بس انا الان ايه رايك يا استاذ ايه يا عم في بص يا مدام مدام ما ضربتش على فكره كده كريتد مدام ما ضربتش يبقى كده كريتد ما انا دوس انتر على فكره بصي جهاد جهاد بصي انا دوس انتر تاني اهو سامع صوت بايظه عندي ولا ايه طب ما تكتبي دي التيبل 2 اهو لسه المعادله احنا لسه فيها انت لسه على فكره انت لسه موجوده احنا لسه موجودين وصل كام باشمهندس ولا ايه؟ ايه قصدي مارينا؟ طب نشوف انا عندي عملت ايه اصلا مش شايف اللي ورا المعادله دي يعني انا دوست انتر بس مش شايف اللي ورا المعادله يعني فاهمه انا دوست والله هو يبقى كده احنا تمام احنا كده كويسين ما دام دوست انتر صح ولا لا استاذ تمام انا قصدي يا شباب ايه المعادله دي بتبقى معادله ادفانسد شويه يعني هي مش ادفانسد قوي على فكره المعادله سهله سهله جدا يعني انت بتحطي اسم 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 العمود والمعادله جنبيه اسم العمود والمعادله جنبيه فاهمين قصدي ايه؟ استاذه هدى بتعملي لايكات كده في الخفاء على لينكدين هو المفروض بس انا عايز بس يا استاذ باشمهندس استاذه مارينا ايه الاخبار؟ لسه صح؟ يبقى خلينا في الاول احسن الاولانيه احسن صح؟ الاولانيه صح؟ دي 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 بتاعت ايه؟ يعني دي لو انت عايز تتفشخري قدام الناس دوس انتر دوس انتر كده ايفل كوست دوس انتر ايرور ما حصلش حاجه صح؟ ما حصلش حاجه ما حصلش حاجه يبقى الدنيا تمام اهو دي التيبل اهو تعالى كده نشوف كده دي التيبل ده ايه اللي حصل؟ دي التيبل طب والله الله ينور والله ده احنا عملناها من اول مره يا استاذه وطلعت صح هاي بصوا المعادله هي كلها طلعت مره واحده اهي لما نيجي ندوس على دي تيبل بصوا هتلاقي المعادله كلها اهي وصلت كده والله كويس يعني لسه مش جعانين الدنيا كويسه انت عاملها في نيو ميجر لا انا ما دام سكيلر 2 دي بقى تطلع لك نيو ميجر لا ونيو كولوم ده برضه غلط يبقى نيو تيبل هي خدها كوي بس يا جماعه خدوا بالكم في معادلات بتطلع تيبل وفي معادلات بتطلع كولوم وفي معادلات ما ينفعش ولا ايه يا استاذ عمر؟ بص يا شباب داكس اد كولومز دي بتطلع تيبل طب تعالوا كده نشوف معلش معلش انا ممكن اشوف بس كده بصوا يا جماعه معلش معلش بصوا كده بصوا كده بصوا انا كده في في هنا في هنا كده لما تيجوا تبقوا عايزين تعرفوا المعادله بتطلع كتيبل ولا بتطلع كاي في حاجه اسمها داكس لو كتبتوا داكس فورمولا هيطلع لك اول حاجه في مايكروسوفت اهو اجنايت دي لو كتبت هنا مثلا اد كولومز اد كولومز اي اد كولومز اي بص اد كولومز بيقول لك ايه اد كولومز السنتكس بتاعتها عامله دي السنتكس دي اللي هي الجرامر او او كتابه المعادله عامله ازاي ريتيرن بص يا جماعه بيقول لك ايه ريتيرن هنا التيبل خدت بالكم معادله اد كولومز بتطلع ريتيرن تيبل اوكي يعني في معادلات بتبقى انت عارف هي بتطلع ايه لو انت مش عارف بتيجي هنا كده
استاذ معايا؟ هرجع لك والله. بص في في انا لو انت كتبت كده داكس فورمولا هيظهر لك حاجه اسمها داكس. شباب السلام عليكم. طب خليك بس لحظه مش خلينا في الاول خلينا في اللي احنا بنعمله بنكريته بايدينا. فينا حاجه اسمها داكس فورمولا، لو انت مش عارف المعادله دي بتطلع في جدول ولا بتطلع في ايه، دوس هنا كده واكتب المعادله بتاعتك. يعني مثلا انا كتبت هنا ايه، اد كولوم، اد كولوم اي اد كولوم زي ايه، بيقول لك ايه ان المعادله دي بتطلع على تيبل، تيبل ويز اول اتس اوريجينال كولومز اند ادد وانز، اللي هي بتطلع تيبل وانت كمان بتضيف حاجات انت بتضيفها. وصل كده يا شباب؟ ماشي هنرجع لها تاني يا استاذ ما تقلقش هنعوض بس في الفاينل. حاضر اي كده احنا. طب نشتغل بانهي؟ انا هشتغل بالقديمه، انا هشتغل باللي احنا كنا عاملينه بتاع زمان ده استاذ. مش محتاجه وجع دماغ بقى خلاص ما توجعش دماغي اهو. يلا اهو مين اهو قعدت على الجروب اللي استاذه ضيفاني عليه اهو. هو اسمه ايه؟ اه داتا اناليسيس جروب اهو. اهو تمام كده؟ نعم؟ آه ده لقيته ضافني فيه ما ينفعش. يا باشمهندس ابعت لي يا باشمهندس دلوقتي. اهو انا نجحت الحمد لله. ماشي؟ وصل كده يا شباب؟ جات لك يا استاذه؟ ماشي. طب نبتدي بس ندخل بس ونكمل؟ نكمل؟ سامحني معلش. تمام على طول كده بسرعه كده ماشي تمام ماشي كوبي بيست. فكده احنا هنعمل ايه؟ انا هاخد الديت تيبل اللي هو الثاني ده، انا همسح الاولاني عشان بقى ايه ما نعملش كذا ديت تيبل. اهو اهو نمسح الاولاني ده كده ديليت فروم موديل ديليت ديت تيبل 2. بقى نعمل ايه بقى يا استاذي بقى؟ لما تيجي تقف على ديت تيبل كده يا باشمهندس بص ايه اللي حصل وانت واقف في التيبل فيو. بص ايه اللي حصل دي بقى، شايفين دي؟ بيقول لك مارك از ديت تيبل. ده انت بتقول للباور بي اي ان ده الديت تيبل اللي انت المعتمد منك، اي تواريخ انت عايزها تاخدها من الديت تيبل ده. فاهم يا استاذ ياسمين؟ دي بتبقى حلوه، دي بتبقى حلوه اللي هو ايه؟ لما انت بتبقى عايزه معادلات مثلا زي ديت اد، ديت اد عارفاها دي اللي هي بتقول ماينس دي. لما انت بتقول انا عايزه شهرين ورا بتحط له انهي تاريخ؟ تحط له بقى التاريخ اللي انت عاملاه من الديت تيبل. فاهم قصدي؟ فدي بتبقى كريفرنس كويس، كمرجع كويس. اوكي هنيجي نعمل هنا ونقول له مارك از ديت تيبل، يقول لك انت عايز انهي ديت تيبل؟ اقول له اول تاريخ اللي هو التاريخ الاولاني ده، ده اللي معتمد. اما الباقي كله ده هو الباور بي اي مش شايف الباقي، يعني مش شايف الير ومش شايف الكوارتر، هو مش فاهمه اساسا. هو اللي فاهم اول تاريخ ده، اول كولوم ده اللي هو ده اول حاجه خالص ده، هو ده اللي فاهمه بالنسبه له ان ده تاريخ. الباقي كله انت ضايفه بايديك انت. فاهمين يا شباب؟ اهو الديت ده بحيث ان اي معادلات زي التايم انتليجنس فانكشن دي اللي هي ايه زي كيو تي دي واي تي دي الحاجات دي انت بتحط له تاريخ. التاريخ ده تجيبه بقى من 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 الجدول بتاع التواريخ. مش عارف والله العظيم. او انا بصراحه بعملها، انا في الشغل عندي بعملها الكالندر اوتو ده. الكالندر اوتو ده بقى فايدته ايه بقى يا استاذه؟ ان المبيعات انا رابطها على اس كيو ال سيرفر، فلما لما المبيعات بتزيد كل يوم بيوم الديت تيبل ده بيزيد معاها، ما هو بيسكان. فاهماني؟ فده بيبقى حلو قوي. وصل كده يا شباب؟ نكمل؟ نكمل. احنا عملنا الاول اسمه ايه؟ مارك از ديت تيبل، اوكي؟ تعالى بقى هنا كده. ميك ذا مانث كولوم بي سورتد باي مانث كولوم. اهو نعمل كده. وهنيجي فين 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 اهو. مانث نمبر. وهنعمل له ايه؟ سورتد بالمانث نمبر، اوكي؟ عشان ده يبقى لما نيجي بعد كده نحط اي فيجوال، اي فيجوال لما نيجي نحط المانس يبقى معمول له سورت بالمانس نمبر. فاهمين؟ انا هاجي بس على المانس نمبر كده هيظهر لي حاجه هنا اسمها سورت، هنقول له سورت بالمانس نمبر. هو كده كده عامل لي سورت. وصل كده؟ هو لو عايز بقى 7 مانس نمبر اهو. طب ايه مانس؟ وصح ان برضه جايب شهر 7. لا هو من شهر 7 بس هو المفروض يتعمل مانس نمبر. اهو دي بقى الحاجات بقى اللي محرجه. مش عارف اقول ايه.
مش عارف اقول له ايه، مش عارف يا جماعه. المانس نمبر حاجه تانية يا جماعه. لا لا السورت اسندنج اهو المفروض السورت. لا 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 انا عملتها سورت. لا لا هي المفروض تبقى سورت كده او مانس نمبر. لا انا دوست على دي. اه والله هي بقى سورت كده. دوس على دي كده سورت على طول. سورت يا جماعه ما تحرجونيش بقى يا جماعه. في ايه مش اخر يوم بقى ما كلمتش ده بيتكلم بسمع وصل كده. انا عملت سورت اهي سورت دي كده سورت اسندنج اهي. يبقى اعملها طب صورت كده اهي صورت اهي بالمانس نمبر. هي كانت عملت على فكره صح كده مظبوط. لا 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 اعملها كده اعملها صورت اسندنج هنا كده مش مهم في الجدول برضه. او مش عاملها صورت اسندنج اه صورت اسندنج صورت اسندنج هنا اهي بعد كده صورت كولوم ده المانس نمبر. لا ده احنا هنقعد بقى ده احنا هنقعد بقى رايحين جايين في الليله دي كتيره. ما هو انت لو جيت تعمل سورت من اصغر لاكبر او سورت هيقول لك سورت ايه بالالفابيتيكال. فاول شهر هيجي لك هو ايه ابريل. فانت لازم تعمله كارقام بحيث ان انت يبقى 1 2 3 عشان تجيب دي. خلاص كده يا استاذ ياسمين تمام نكمل بقى يا جماعه. اتفضل يا استاذ. نربطه صح نربطه. نيجي نعمل هنا بص يا جماعه عشان استاذه خدها قالت لنا دي الديت تيبل 2 ده نربطه بالسيلز. بس هنربطه بقى بايه بقى؟ في هنا اوردر ديت كي. تعالى كده نشوف على الاوردر ديت كي دي ايه. السيلز اهو سيلز اوردر 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 ديت كي. تعالى كده نبص عليها زينا برضو. تعالى كده بقى نبقى نربط ده بده اهو. نيجي هنا كده الديت بالاوردر ديت كي اهي. قال لك اللي هي 1 تو ميني صح كده ونقول له سنجل لان احنا عاملين جدول. الجدول ده التاريخ معمول فيه مره واحده. اما في السيلز التاريخ ممكن يكون متكرر اكتر مره. ده احنا عملنا ليله وكله ده مانيوال والله مش بهزر على فكره. ده انتوا بشوات والله. لحظه بس شاشه ازاي عندنا ازاي؟ طب انا معاكم الير ثانيه. فنعمله اللي هو ميك مارك تيبل از تيبل از مارك از ديت تيبل اهو. نقول سيف. الحته بس اللي احنا كانت واقفه عندنا الحته بتاعت الاستاذ باشمهندس هو اللي قالنا عليها. نعمل سورت هنا في الديت اهو كده. نعمل سورت اسندنج بالديت. باشمهندس اسمعوا الحته دي اسمعوا الحته دي والله. سورت اسندنج بالديت اهو. وبعد كده تعمل هنا سورت برضو. بس هي كده الديت هنا وخلاص بالظبط. هي بالديت بس وخلاص. خلاص هتلاقوا المشكله دي اتحلت اهي. هو الباشمهندس ساهم في انقاذ الملايين انقاذ الملايين. تمام كده يا شباب. شكرا كده اهو. نيجي بقى نرجع بقى تاني للحاجه. احنا ان شاء الله مش تبقى حاجات طويله بس احنا ايه انا حابب ان احنا نركز على الداكس والحاجات اللي ورا دي احسن. احنا خلاص عملنا المره اللي فاتت كانت الريبورتات وهكذا وعملنا يعني بوك مارك وهكذا وعملنا ببلش على الباور بي اي سيرفيس والموبايل. المره دي بس ايه هنتكلم عن الداكس عشان يبقى كده احنا ايه شامل كل حاجه. كريت ريليشن بتوين ديت تيبل او استاذه جات لك اول بس اول سيلز تيبل دي احنا عملناها ولا ما عملناش؟ ثواني بس اتاكد بس معلش. الديت تيبل تاني او الديت تيبل اهو بالديت تيبل. لا فين الديت بقى؟ اوردر ديت كي اهو. يبقى ديت بالاوردر ديت كي وندوس اوكي سيف. كده عملنا الديت تيبل بالاوردر ديت. يا جماعه والله ستار سكيما بنت ناس والله العظيم يعني. السلام عليكم. بعد كده كريت ديت هيراركي. بصوا بقى يا شباب بقى في حاجه اسمها هيراركي. هيراركي يعني هرمي هرم. نعمل هرم بالديت. بصوا هنا كده بيقول لك ان احنا عايزين نعمل ديت بالير والكوارتر والمانث والدي اوف ويك. شباب معلش الحته دي مفيده عمر. الحته دي مفيده. هنيجي هنا كده هنيجي في التيبل ده كده الديت
اول حاجه احنا عايزين نبتدي باكبر حاجه خالص اللي هي الير. ماشي، الير هنيجي هنا ندوس عليها وهنعمل حاجه اسمها كرييت هيراركي. اهي كرييت هيراركي، اوكي وصلت؟ كرييت هيراركي خلاص. قال لك ان الديت بصوا حصل ايه هنا كده، علامه اللي هي ايه زي ال حاجه كده الكونكشن بالظبط، العلامه دي كده تمام. قال لك الديت ايه فيها، وبعد كده نجيب تحت الديت ايه كوارتر، تحت الير كوارتر. هنيجي هنا الكوارتر اهو كده ونقول له اد تو هيراركي اللي هو ايه الير، هيجي بعديها ايه الكوارتر، بعد كده المانث كله بقى المانث كري اد تو هيراركي المانث نمبر مانث لا جبت مانث والدي. على فكره يا جماعه المانث نمبر ده احنا بعد كده ما يظهرش في الريبورت فيو، مش ملوش لازم صح؟ يعني نيجي هنا في المانث نمبر ده ونخليه كده اللي هو ما يظهرش في الريبورت فيو عموما يعني خلاص عشان نعمل سورت بس بيه. وصلت كده؟ كده احنا عملنا حاجه اسمها ديت هيراركي. ما هو قال لك يير اكبر حاجه الير، يير كوارتر مانث داي صح هيراركي هرم. خلاص كده احنا خلصنا اللقطه دي كده اهي اهي اهو ده الديت الهيراركي ده. هقول لك دلوقتي نسحبها يطلع لنا الحاجات كلها مره، هوريك دلوقتي ايه اللي هتحصل. كرييت ديت هيراركي كده احنا عملنا كرييت ديت هيراركي. بيقول لك بقى ان ذا بيج 1 بص بقى ان ذا بيج 1 ريبورت نيم سيلز ثرو ييرز اهو هنعمل كده اهو كده سيلز نكتب هنا كده سيلز ثرو ييرز تمام اهي. بعد كده هنعمل ايه بقى هنا؟ بيقول لك اد ماتريكس فيجوال. الماتريكس ده عامل زي التيبل بس عامل زي البيفت تيبل من الاخر. الفرق ما بينه وما بين التيبل اللي هنا اوريك الفرق. تعالى كده اد ماتريك ماتريكس دي اللي هي عامله اللي هي الشكل ده كده بصوا اللي هو ده اللي هو المربع اللي فيه ازرق شويه ده اسمه ماتريكس. هنكبره كده ويقول لك ايه بقى هنا؟ احنا عملنا اد ماتريكس دي بيقول لك دراج الهيراركي ديت ده اللي احنا عملناه تو رو اوف ماتريكس اللي هو في الرو. بص هنيجي نعمل هنا كده الهيراركي اللي احنا عملناه ده هنسحبه هنا في الرو. بص ايه اللي حصل هنا، بص كده 2017 بقت تحتيها الكوارتر بتاعتها بقت تحتيها الشهور بتاعتها. وصلت كده الهيراركي ده يا شباب بيعمل ضمني جنب التيبل اهو. وصل كده يا شباب؟ وصل كده يا استاذ اهو تمام كده. بيقول لك دراج في الرو. تعالى بقى نروح بقى نرجع تاني كده نرجع تاني كده يقول لك دراج هيراركي تو روز. بعد كده دراج السيلز فيلد فروم سيلز تيبل تو فيجوال. تعالى كده السيلز اهي في سيلز هنا ولا لا؟ سيلز اماونت اهي سيلز اماونت اهي سيلز اماونت نحطها في الفاليو. فبقى ايه بقى؟ بص بقى الحته اللي جايه دي تعالي بس نكبر الكلام كده شويه. لما نيجي نكبر الفيجوال ده او نعدل الفيجوال نعمل ايه؟ هنيجي في فورمات يور فيجوال اهي فوق اهي عشان بصوا الكلام هنا صغير خدت بالكم. هنيجي هنا في فورمات يور فيجوال في حاجه اسمها فاليو فاليو وهنكبر الكلام الفاليو ده شويه يعني مثلا 16 17 18 20 هتلاقي الفاليو دي كده كبرت وصلت. وفي هنا الرو الرو الكولوم هيدر ده الهيدر نخليه مثلا 16 عشان يبقى كبير الارقام كبيره فاهمين قصدي يا شباب. الفورمات يور فيجوال دي انت اللي بتقعد تعدل في الفيجوال كله وصلت تمام كده. ده كده كل حاجه اهي. لما نيجي بقى ندوس على 2017 احنا بس عايزين نجيب الرو الكولوم سب توتال الكولوم جراند توتال الرو جراند توتال لا بس هو كده تمام. بصوا بقى هنا لما اجي ادوس هنا على 2017 2017 كلها قال لي ايه 11 مليون او 11 مليون. لما نيجي ندوس على 2017 كده بصي هيجيب لي ال 11 مليون متقسمين على ايه؟ الاكرم ما والله انا يعني ما فيش اه والله انا كويس والله انا بوريك بس الفكره 2018 الكيو 1 كيو 2 كيو 3 فاهمه؟ ده دي فكره ايه؟ الهيراركي
اللي احنا عملنا هيراركي عملناهم جنب بعض. الهيراركي دي من الاخر فكرتها زي ايه؟ فكرتها اللي احنا لما نيجي هنا كده نحط بدل دي، يعني بص كده ده الير هيراركي. عارفه الفكره بتاعتها زي ايه؟ نجيب الير دي كده، بصي الير نحطها هنا كده، بعد كده الكوارتر نحطها هنا كده، بعد كده فاهم قصدي؟ كلها بس هي تبقى لقطه واحده كده او جروب نسحبها ونحطها هنا، فاهم قصدي؟ اي اي حاجه ممكن، اي حاجه ممكن كلهم مثلا؟ لا عاديه واحده عاديه، لا مش تنفع في التيبل عاديه، هتتفرد كده هتبقى مش ماتريكس يعني، او اي او اي فيجوال تاني، لان اي فيجوال تاني بس قول لي كده الهيراركي لما اجي اشده في اي فيجوال تاني اللي هيحصل؟ تتوقعوا لما اجي اشد الهيراركي دي في اي فيجوال تاني ايه اللي ممكن يحصل؟ هيظهر لي ايه في 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 الفيجوال دي؟ لا هيظهر لي الدريل داون. تعالوا كده نجرب دي كده، تعالوا كده نجرب كده الموضوع ده كده، خلينا في دي كده ونعمل نسحب دي كده يعني اهو يا رب اهو خليها دي كده، ونيجي نعمل هنا كده كلاستر اهي، نخلي دي كده بالطول كده، واسحب الديت هيراركي ده كده هنا، واسحب السيلز سيلز اماونت سيلز اماونت اهو. خدت بالكم اللي حصل اهو؟ شفتوا اللي حصل هنا؟ تعالوا نمسح دي كده تاني. هنا مفيش الاسهم، خدت بالكم يا شباب؟ الاسهم دي مش موجوده، الاسهم اللي هي بتبقى على الفيجوال نفسها مش موجوده، لكن لما اجي اسحب الديت هيراركي ده واجي ارميه هنا كده الاسهم ظهرت. الاسهم دي بتاعت ايه؟ التريل داون اللي انت بتعمل فلتر جوه الفيجوال. وصل كده صامول؟ لا لا بس فاكر. لا بصوا اللي هي مثلا هنا ايه، لما تيجي تفعل الدريل داون دي كده وتيجي تدوس على 2018 هيقول لك Q1 Q2 Q3 Q4، فاهمين قصدي ايه؟ حلوه دي يا صامول. طب هل لو دوسنا جوه Q1 و Q2 هيجيب لك الشغل؟ اي اي Q 2017 2019 Q3 بعد كده مثلا جولاي هيجيب لك الايام بتاعتها، الايام اللي هي يعني ساتردي وساندي وهكذا، عشان طبعا احنا مش جايبين الايام اللي هو 1 2 3 وكذا. وصل كده يا شباب؟ حلوه دي؟ يبقى انت في الريليشن، في مشكله في الريليشن، ممكن اتفرج؟ يبقى ايه مشكله في الريليشن؟ وريني كده يا صاحبي. مستعد ديت 2 امسح 1 بقى ماشي. ما انا قلت لك هي مشكله في الريليشن، متاكد؟ وصل كده يا شباب؟ احنا مش هنطول يا شباب النهارده، يعني مش احنا بس بنشرح شويه حاجات كده تفاصيل كده بحيث يعني في الباك اند بتاع الباور بي اي. تعالى مثلا نبص على اد ماتريكس، بعد كده احنا عملنا دراج لدي ودراج السيلز تو فيجوالي، بعد كده بيقول لك ايه بقى كرييت ميجر توتال سيلز. بصوا بقى الحته دي احنا عايزين نكريت ميجر توتال سيلز اللي هو بيكون ايه الكوانتيتي في اليونت برايس. احنا في عندنا حاجتين يا استاذه ياسمين ممكن نجربهم. لو انا عايز اعمل اجيب التوتال بتاع الكوانتيتي في اليونت برايس، هنعمل كولوم جديد صح، ونضرب الكوانتيتي في التوتال برايس، بعد كده نعمل ايه؟ هنجمع المجموع بتاعهم صح. دي ممكن نستغنى عنهم بايه؟ ميجر ايه؟ سام اكس. سام اكس نضرب ده في ده هيطلع لنا ناتج، والناتج نجمعه. سام اكس دي يا جماعه زي سام برودكت في الاكسل. وصلت؟ تعالى كده، تعالى كده نعمل دي كده، نمسح دي كده بس عشان نبقى نتاكد. لا احنا نرجع بقى نخليها دي كده. تعالى بصوا بالحته دي كده بس عشان تبقوا انتوا عارفين الحته دي في السيلز. وقال لي ايه؟ خليك معايا يا عمر في الحته دي، خليك معايا. قال لي توتال، اعمل كرييت توتال سيلز. قال لي اضرب لي الكوانتيتي في اليونت برايس. فاحنا عندنا حلين عشان نعملها. هنيجي هنا في السيلز قلتوا لي ما هي كارد كده كده. بص هنا اليونت برايس اهي،
بص اليونت برايس اهي في الكوانتيتي في الاوردر كوانتيتي. احنا عندنا حلين يا يحيى عشان نطلع النتيجه بتاعه دول، نعملهم كولوم، نعمل كولوم ونضرب الكوانتيتي في اليونت برايس في الكولوم ده، واللي يطلع نجيب ميجر تاني نجمع الكولوم ده صح. وفي بقى معادله اللي هي اسمها الايتريتور، لو تفتكروا الايتريتور بتعمل ايتريت، الايتريتور دي اللي هي سام اكس. سام اكس بتعمل ايه؟ تعال نعملها كده بقى في ميجر، هنعمل ميجر كده اهو نيو ميجر. قال لك توتال سيلز، توتال سيلز سام اكس. تعال نكبر كده الكلام عشان كل الناس تبقى شايفاه، شايفين كده صح؟ هنكتب كده سم، سم اكس. قال لك التيبل، التيبل ده اللي هو ايه؟ هيبقى تيبل اسمه سيلز، لان احنا ده اللي احنا عايزين نجمع من عليه سيلز كوما الاكسبريشن. اي كلمه اكسبريشن تقابلها في حياتك اعرف ان هي ايه؟ معادله او فانكشن، اسمها فانكشن. هيبقى اسمها ايه؟ الكوانتيتي في اليونت برايس، يونت اي يونت برايس في السيلز اي اهو. واو. ونقفل كده الكوس وندوس انتر. ماشي اهي، اهي المعادله اهي. تعالى كده نعملها دي كده وننزلها كده عشان تبقى انت شايف. اول حاجه سم اكس، التيبل هو طلباه اللي هو تيبل السيلز، السيلز اللي هو احنا شغالين فيه ده. بعد كده احنا عايزين بقى نعمل بعد كده الكوانتيتي بتاعت السيلز، كوانتيتي الاوردر كوانتيتي في اليونت برايس عشان نطلع التوتال بتاعهم. وصل كده يا شباب؟ لا ولا ايه؟ تمام، ندوس انتر. كده احنا جبنا التوتال سيلز اهو، وكده احنا عملناه في ميجر اهو، ده التوتال سيلز. وصلت يا شباب ولا ايه؟ ايه وصلت يا عمر ولا لا؟ اه تمام. هنيجي هنا بقى، ده كده الميجر ده. بعد كده بقى ايه؟ فورمات فيلد سيلز اند ميجر از كرنسي وذ زيرو ديسيمال. بصوا يا شباب معلش، بيقول لك فورمات السيلز فيلد دي ان هي كرنسي، يبقى هنروح كده على السيل توتال سيلز دي كده وهنفورماتها اللي هي تكون كرنسي، كرنسي اهي، وتكون زيرو اللي هي الديسيمال بتاعتها تبقى زيرو، زيرو بزيرو الاول، وبعد كده نقسمها دي كده خلاص. هو بيقول لك فورماتها. على فكره بس يا شباب انا عايز بس اقول لكم حاجه، الاسئله دي اسئله امتحانات، تبقى امتحانات بتاعت شهادات الباور بي اي سيرتيفايد. انا بس بعرفكم الحته دي، الحته دي مهمه قوي. يعني ممكن تبقى في اسئله بتبقى ممكن تكون عبيطه مثلا زي كرييت نيو بيج وسميها لي، بس دي بتبقى عليها، دي بتبقى عليها درجات. اوكي ده السؤال، يعني دي اسئله امتحانات فعلا. اد سلايسر بقى، بيقول لك بقى ايه بعد كده؟ اد سلايسر تو يور بيج ويز كاتيجوري، ويز كاتيجوري فيلد فروم كاتيجوري تيبل. يعني انا هجيب الكاتيجوري من الكاتيجوري تيبل اللي هو متهيألي ده البرودكت اهو. هنيجي نعمل كده هنا اهو، اهو نعمل اد سلايسر، سلايسر ده اللي هو عليه اللي هو ده كده عشان انتوا شايفين شكله اهو. هنعمل سلايسر كده اهو. تفاصيل اكتر شويه، ما هو انت ممكن اقول اهي سلايسر اهو. بص الفرق ما بين السلايسر والسلايسر ده، ممكن تحط عليه تول تيب، ممكن تضيف عليه تول تيب، بيبقى في اكتر هنا، في حاجات اكتر من هنا، بس خلينا في السلايسر ده اللي هو انا شغال فيه. هنعمل هنا البرودكت اهو، الكاتيجوري ونحطها هنا كده، ونكبر الكلام شويه. انا هكبر الكلام كده شويه الفاليو دي كده عشان تبقى كده. قال لي بعد كده قال لي ايه؟ قال لي فلتر اون بايكس كاتيجوري، فلتر على البايكس. وات ار سيلز كيو 4 4 ييرز 2017 فور بايك. مش احنا كنا عاملين داتا هيراركي؟ خد بالك الاسئله بتبقى بتسلم بعض. فقال لك ايه بقى؟ احنا عايزين نفلتر على البايك، وهات الكيو 4 من 2017. هنفلتر على البايك اهي، وهات لي 2017 كيو 4. كيو 4 بكام؟ 5,592,000. حد طلع اي رقم من الرقم اللي انا، السلام عليكم. صح كده؟ 5,592,000 صح كده؟ كده احنا ماشيين صح. تمام. بعد كده بقى دي كده عملنا دي، يعني كده الرقم اللي هيطلع هيبقى 5,592,000. بعد كده بقى ان ريجن تيبل سبيسيفايد ذا كانتري فيلد بروبرتي ديت كاتيجوري تو بي كانتري ريجن. هقول لكم دي ايه دي، السؤال ده طويل قوي. في الكانتري، في الريجن تيبل في حاجه اسمها كانتري. الريجن تيبل اهي، تعال نخش من اول التيبل فيو هنا. بصوا يا جماعه الحته دي بقى، الريجن، ريجن ريجن اهي، في حاجه اسمها ريجن. بيقول لك ايه بقى في الريجن ده، في الكانتري قصدي، عايزين الديت كاتيجوري دي اهو، الديتا كاتيجوري دي
نخليها تكون كونتري. طب دي بتفرق في ايه؟ حتى اول ما تدوس على كونتري بص اللي حصل، هتلاقي جت عليها علامه الكره الارضيه. دي بتفرق في ايه؟ لما انت بتيجي تعمل ماب، ماب بتتلقط على طول واساميهم بيتلقطوا على طول. وصلت؟ بتقف على الديت الكونتري وتيجي حاجه اسمها داتا كاتيجوري اللي هي بتبقى كونتري. في اوقات كده برضو باشمهندس بتبقى سيتي او الستيت بتكون مش مقريه، فانت بتروح واقف على الكولوم وتخليه سيتي بحيث ان انت بتقول له ده سيتي، فهو لما يجي يعمل ماب دي في الماب يعني في الشارت بتاعت الماب. اوكي تعالى بقى في اللي بعديها، يقول لك ان ذا ريجن تيبل. دي كده خلصناها. لا ان ذا ريجن تيبل كرييت هيراركي. بص بقى دي بقى هيراركي مش بالديت، بحاجه بعيده عن الديت خالص. بص ايه ريجن هيراركي؟ قال لي جروب بعد كده كونتري بعد كده ريجن. يعني قسمها لي جروب، هي في جروب اني جروب اسيا ولا افريقيا ولا ايه، بعد كده الكونتري اذا كانت الولايات المتحده ولا كندا، بعد كده الريجن اذا كانت منطقه بقى اللي هي ساوث ويست وايست وهكذا. ما هيراركي اهي، هنيجي هنا كده، هنيجي فين؟ احنا قلنا ايه؟ ريجن اهي، هنيجي الاول في جروب، فاول حاجه في جروب اهي، تعالى كده اهي في جروب كرييت هيراركي. اوكي الجروب هيراركي اهي، بعد كده اجي عند الكونتري اد تو جروب هيراركي، واجي عند الريجن اد تو جروب هيراركي. فكده جاب لي الثلاثه كلهم في لينك واحد، تقدر او ندوس عليه كده هنا، قال لك جروب كونتري ريجن. طبعا لو انا جيت عملته على فيجوال هيعمل ايه؟ هيطلع لي ان هو دريل داون، هيطلع لي اللي هي الاسهم اللي بتبقى على الفيجوال دي. اوكي دي كده خلصنا دي. تعالى بقى نرجع اللي بعديها، قال لك ان ذا سيلز تيبل سبيسيفاي ذا يونت برايس فيلد بروبرتي سمرايز باي تو بي افريج. بصوا يا جماعه، انت لما بتيجي تجيب، شفت انتوا ارقام اللي هي السيجما دي اللي موجوده دي، لما بتيجي تحطوها في الفاليو بتعمل سم على طول، صح؟ صح كده يا باشمهندس؟ انت وقعت في المشكله دي في اليرز دي، انت قلت بتسم على طول. لا انا بقى عايز الديفولت بتاعها يبقى افريج، اللي انا لما اجي ارمي حاجه يجيب لي الافريج. طب دي ممكن تستخدم في ايه؟ تستخدم مثلا في تسعير البضاعه او تسعير مثلا هامش الربح. يقول لك ايه؟ انا مش عايز الجمع، انا عايز مثلا ايه؟ انا عايز افريج كوست، اللي هو مثلا كوست، مش عايز اخر كوست ولا عايز مثلا جمعهم، عايز افريج، بحيث لما اجي اسحبهم على طول على الباور بي اي يعمل لي افريج. هنيجي هنا كده، هو قال لي ايه؟ اليونت برايس. هنيجي كده اليونت برايس دي في السيلز اهي، اليونت برايس. طب تعالى قبل ما نعمل يونت برايس، تعالى كده نحط مثلا دي كده هنا، نعمل ديت، نعمل كارد قصدي، عشان تشوفوا ايه المشكله اللي بنتكلم فيه ده. السيلز اهي اليونت برايس، اول ما اجي اسحبها هنا كده قال لي ايه؟ صم اهي، صم اهي، صح كده؟ وصل. تعالى نفتح دي كده، وتعالى بقى نروح على التيبل، تيبل فيو، ونيجي عند اليونت برايس. هنيجي هنا في حاجه اسمها سمرايز باي، سمرايزيشن باي، نخليها افريج. وصلت؟ لما نيجي بقى نسحبها بعد كده على الكارد، فين يونت برايس اهي، جاب لي الافريج اهي. بصوا خدتوا بالكم، جاب لي افريج، ما جابليش صم. اتفضل اهي التاني، تعالى اهو، هنيجي نقف على اليونت برايس في السيلز، تمام. هنيجي بقى هنا في حاجه اسمها سمرايزيشن، ندوس عليها ونخليها افريج بس. لما تيجوا تسحبوها على طول، صح كده اسمعي، لما تيجي تسحبوها بدل ما تكون صم تبقى افريج، فاهمين قصدي؟ تمام. ايوه انت انا بقول لك الديفولت بتاعها بدل ما تبقى صمت تبقى افريج، فاهم قصدي؟ تمام. ده دي بتطلع في حاجه ثانيه خالص، سمرايز دي كبيره قوي. اللي هي دي انا عارف، بس هو بيقول لك الديفولت بتاعها ايوه، مش اللي هو ايه، اول ما تيجي تسحبها تبقى افريج على طول. اوكي تعالى بقى اللي بعديها، ان سيل تيبل. بصوا يا جماعه، ان سيلز تيبل كرييت ا ميجر بروفيت ويتش از از سم اوف سيلز ماينس سم اوف كوست. وصلت ولا ايه؟ احنا هنعمل الميجر، بس الميجر ده يبقى عامل ازاي؟ ركزوا بقى في اللي انا بقوله. بيقول لك ايه شباب؟ شباب معلش، بالظبط بالظبط هتبقى دي. بصوا يا شباب، بيقول لك ايه؟ بيقول لك في السيلز احنا عايزين نكريت ميجر اسمه بروفيت، ده هيكون السيلز ناقص الكوست. هنيجي هنا كده، نخلينا في ده، خلينا في ده، نمسح ده كده. يا جماعه في هنا حاجه اسمها دي كده، اسمها امبليزيت ميجر، ده اسمه امبليزيت ميجر ضمني،
ده الباور بي اي بيكريته لك. لكن الميجر اللي احنا بنعمله لوحده ده اسمه اكسبليزيت ميجر غير ضمني، يعني اللي هو ايه احنا اللي بنكريته بايدينا. تمام اوكي، تعال نمسح دي كده ونعمل ميجر جديد. بس احنا واقفين فين؟ واقفين في الكاستمر. لا لا لا، نقف في السيلز كده، نقف في السيلز اهو. احنا برضو لسه في الاخر هنعمل حاجه، نجري نجمع كل ميجر لوحدها نرميهم في تيبل لوحده. اوكي هنيجي هنا كده نيو ميجر، هو قال لي ايه؟ قال لي احنا عايزين نعمل حاجه اسمها بروفيت. البروفيت ده اللي هو سام اوف سيلز ناقص الكوست. بروفيت سام اكس، لا سام اكس سام اكس، لا يبقى توتال سيلز ناقص البروفيت على طول، ناقص الكوست. اسمه ايه؟ ناقص سام اوف كوست، الكوست على طول. كوست هو في كوست هنا، مفيش كوست هنا يا جماعه. اه توتال برودكت كوست، اه توتال. لا بس دي مش تنفع خالص، لا لا لا. يبقى احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل حاجتين. ما هي دي بقى دي انا بفكر فيها وانا جاي. بص بقى يا ستي، احنا هنعمل ايه بقى؟ احنا هنعمل ميجر للسيلز، وده معموله توتال سيلز اللي احنا عملناه، وهنعمل ميجر للكوست، وبعد كده نعمل ميجر ثالث نطرح ده من ده. فاهم قصدي؟ يبقى هنعمل هنا ميجر فين فين فين؟ احنا السيلز عاملينه، احنا عاملين توتال سيلز، بس بقى عايزين نعمل للكوست. هنعمل هنا كده، نعمل هنا كده نيو ميجر سام اكس يا باشمهندس، نكبر كده اهي كوست توتال كوست مع توتال كوست. هيقول لك ايه؟ سام اكس. التيبل هيبقى اسمه ايه؟ تيبل اسمه سيلز. سيلز يا جماعه كوست يا جماعه، يعني يا جماعه صم بس صم اكس، هي صم بس سيلز توتال برودكت كوست. انت بس عايز تجمع توتال الكوست بس ليه؟ في ليه؟ اه معلش بعدين بقى نبقى نعملها بعدين بقى، نجمعهم بعدين لوحديهم. يبقى احنا كده عملنا صم بس التوتال كوست. اوكي فكده بعد كده نعمل ايه بقى تاني؟ نعمل بقى ميجر تاني نطرح التوتال سيلز التوتال كوست ناقص التوتال سيلز. بالظبط هنعمل هنا نيو ميجر سم، بس سم سم كوست، تكتب كوست حاجه اسمها توتال برودكت كوست. ظهرت؟ ها ماشي. هنا بقى اخر بقى حاجه اللي هي اسمها بروفيت. بروفيت اللي هي اسمها ايه؟ بروفيت هيبقى توتال سيلز. نعم توتال سيلز اه ناقص توتال سيلز ناقص توتال كوست. كوست اهي وندوس انتر كده احنا كده جبنا ايه؟ البروفيت. اه البروفيت اهو خلاص. احنا قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ قال لك ايه؟ اه قال لك اهو كريت ميجر بروفيت ويتش از سم اوف كوست فورمات البروفيت كرنسي ويز نو ديسيمال. هنيجي هنا كده البروفيت اهو، هنيجي ده زيرو ونخلي ده كده ايه اللي هو يبقى كوما سيبريتور اهو فورمات از كرنسي. اه لا كرنسي كرنسي اللي هو يبقى كرنسي يبقى عمله. اوكي ايه ده اهو ان ذا سيلز تيبل كرييت ا ميجر بروفيت مارجن ويتش از ديفايدد باي سيلز بروفيت على سيلز. احنا لو قسمنا البروفيت على السيلز لوحدها كده ممكن يحصل مشكله، فهنستخدم معادله اسمها ايه؟ لما نقسم البروفيت على السيلز فممكن يحصل مشكله، فهنستخدم ايه؟ معادله اسمها ديفايد. ديفايد اوكي، في حاجه اسمها نومينيتور ودي والدومينيتور حاجه زي كده اللي هو البسط والمقام. هنعمل كده اهو ميجر برضو اهو، هيقول لك ايه؟ بروفيت مارجن. البروفيت مارجن هيكون البروفيت اللي احنا طلعناه يا باشمهندس. بص انا بقول لك الاسئله كلها مترتبه فوق بعض اهو، البروفيت اللي احنا طلعناه على السيلز. هنعمل هنا كده نيو ميجر
اسمها بقى بروفيت مارجن، اهي بروفيت، بروفيت مارجن، نخليها عليها علامه كده، ونقول له بقى ايه معادله اسمها ديفايد، ديفايد ديفايد اهي، ونقول له التوتال، لا البروفيت الاول، البروفيت على كوما الايه بقى الدينومينيتور ده اللي هو ايه اللي هو السيلز، توتال سيلز، وبيقول لك بقى لو طلع اخطاء خليها لي زيرو. وصلت كده ولا ايه؟ احنا بنقول له البروفيت البسط، التوتال سيلز المقام، بعد كده اي اخطاء تقابلك مثلا لو قسمت على زيرو ولا حاجه خليها زيرو، وبعد كده نقفل الكوس وندوس انتر. احنا برضه عملناها في الكاستمر برضه. بروفيت مارجن، اوكي؟ قال لك بقى ايه بقى بعد كده؟ كرييت ا نيو بيج ويز نيم از بروفيت ان ريجن. هنكريت اهو نيو بيج اهي، ونخليها بروفيت ان ريجن اهي، بروفيت فين؟ بروفيت ان ريجن. اد ماتريكس فيجوال، هنعمل برضو ماتريكس تاني، هنضيف ماتريكس تو يور بيج ويز ريجنز هيراركي، اللي احنا عملناها في الاول ريجن اللي هي جروب، بعد كده كونتري، بعد كده ريجن اهي اهي. هنجيب ماتريكس اهو، وهنجيب احنا عملنا الهيراركي دي فين؟ في الريجن اهي، هنسحب الريجن ده كده جروب هيراركي اهو. بص خدت بالك اول ما جبنا ضفناه ضاف كده، وبعد كده قال لك ايه تاني؟ احنا فين؟ احنا فين؟ ايوه هو ان روز اند بروفيت، وبروفيت مارجن في الفاليو اهو، البروفيت والبروفيت مارجن هنجيبها هنا كده، بروفيت وبروفيت مارجن جبناهم هنا في الفاليو اهي، البروفيت والبروفيت مارجن. حلوه جدا. اه بروفيت وبروفيت مارجن اهي، هنكبر بقى كده الكلام كده شويه، يبقى كلهم هيدر ده كده هنا، ونخلي ال الايه الايه لا الكولوم ده جراند توتال رو، لا ده الجراند توتال انا عايز الرو هيدر اهو، والفاليو نخلي الفاليو 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 اهو 18% اهي، اول حاجه 18%. بصي بقى احنا ممكن بقى نعمل ايه هنا؟ شايفه الارقام البروفيت دي؟ البروفيت دي شكلها يرعب كده، فنيجي هنا كده عند البروفيت نخليها هنا كده كرنسي، بس نخلي دي زيرو عشان الرقم ده يتهد شويه كده، الرقم ده كبير قوي، فاهم قصدي ايه؟ والبروفيت اه والبروفيت نخليها برسنتج، نيجي هنا كده البروفيت بروفيت مارجن، نيجي هنا كده نخليها برسنتج كده عشان يبقى الارقام طالعه لي كده 18% 7% الكلام ده. وصل كده يا شباب؟ حلوه دي صح؟ تمام. نكمل نكمل. 18 7 33 وصل كده يحيى ولا ايه؟ تمام تمام. تعالى بقى نكمل بقى في، تعالى نكمل بقى في دي. قال لك ايه بقى هنا؟ 33 اه. وات از ذا بروفيت مارجن برسنتج ان نورث ايست region of United States. تعالى كده نخش على United States اهي. United States North East اهي الاثنين دولت. قال لك ايه؟ طب قال لك في شهر ولا حاجه؟ North West North West اهي North West 11 31. طلع عندك صح؟ زي الفل قوي. احنا كده تمام، احنا كده ماشيين صح، احنا كده ماشيين صح. كريت نيو بيج ثانيه اسمها سيلز ستاتستكس، ناخدها بقى كوبي بقى كده عشان الستاتستكس دي ما احنا فاضيين للاسف. والله العظيم كده، والله كده وربنا كده، هو بيبقى حوالي 3 ساعات بالليل. نعم ايوه، وكورسيرا والكلام ده فعلا بيسالوا الاسئله دي والله، يعني الاسئله دي بتبقى شامله والله يا جماعه، والله الاسئله دي فعلا فعلا بتيجي في امتحانات، وامتحانات على شهادات اللي هي مثلا شهاده اشهر شهاده خالص بتاعه الباور بي اي سيرتيفايد اسمها بي ال 300، بي ال 300 الاسئله بتاعتها بتبقى بالمنظر ده كده، حوالي 40 50 سؤال ويقعد يكريت لك كده، تمام. اد ماتريكس تو بيج ويز، احنا ماشيين صح كده؟ اد ماتريكس تو بيج ويز كانتري ذن يير ان رو.
يبقى كونتري الاول وبعد كده الير تحتيه برضو اهي. يبقى كده هنيجي هنا كده هات ماتريكس اهي. الماتريكس اهي الكونتري الكونتري كونتري 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 في الريجن. اتفضلي اتفضلي تحت الكونتري اهي. وبعد كده الير الير فين الير؟ في الديت تيبل اهي. يا لهوي الير 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 في الرو برضو تحتيها عشان تعمل زي هيراركي كده. صح بالظبط. هنيجي هنا كده نصغر الكلام ده كده شويه نكبر بقى الكلام. نيجي هنا كده في رو هيدر. رو هيدر دي نكبر كده مثلا نخليها 16 ونيجي في الفاليو في الفاليو اهي ونخليها مثلا 16 برضو تمام. وبعد كده قال لك ايه كرييت. بص بقى يا جماعه احنا كرييت 3 ميجرز اوف يونايتد يونيت برايس افريج وماكس ومين. سهله جدا على طول بقى كده اهو نجيب دي كده على جنب كده شويه. احنا فين دلوقتي؟ احنا في الكاستمر. خلينا في الكاستمر زي ما احنا ماشيين. هنعمل هنا كده نيو ميجر. هنجيب اليونت برايس افريج ماكس من. هنيجي هنا كده اهو نكبر نصغر دي كده شويه. احنا خلاص يا جماعه قربنا نخلص. احنا خلاص قربنا نخلص مش هنطول. اوكي افريج اي في جي يونت برايس عشان بس نبقى كاتبينها افريج يونت برايس. اوكي هتبقى افريج معادله افريج عادي يونت برايس. اوكي افريج يونت برايس ايه معادله افريج عادي يا جماعه. دوس انتر. احنا كده عملنا افريج يونت برايس. بعد كده نجيب ماكس يونت برايس. اوكي بالظبط. هنعمل كده نيو برايس نيو برايس نيو ميجر ماكس يونت برايس. هنيجي هنا كده ماكس اهو يونت اي ومن اللي هي مينيمم. نيو ميجر من يونت برايس هتبقى من برضو يونت سيلز يونت برايس اهو. ندوس انتر. كده احنا عملنا ال 3 ميجرز دولت ماكس من افريج. اوكي او افريج ماكس من ايه يا استاذه يا دكتور؟ الدنيا كويسه ولا ايه؟ ماشي ماشي. تعالى هنا بقى احنا كده كريتنا الثلاثه ميجر دول. خلاص بصوا احنا فاضل لنا حوالي اربع اسئله والاربع اسئله هيكونوا اكيد بسطاء. يعني قال لك فورمات ال 3 ميجرز دولت از كرنسي ويز 1 ديسيمال. تعالى هنا كده اهو الثلاثه اهو اللي هو افريج. نعم لا 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 عشان هيظهروا في حاجه ثانيه. او الماكس اهو هنخليه احنا قال لك ايه؟ قال لك كرنسي. اخليها لك كرنسي ويز 1 ديسيمال اهي كده 1. نكتب 1 هنا وننزل عند كده جبت الماكس جبت المين هيبقى كرنسي ويز 1 ديسيمال اهي. بعد ماكس ومين نيجي في الثالثه الافريج اهي كرنسي ويز $80 بي ال 300. والله كنت فاكر اكتر من كده كان 100 وشويه احسن. انا فاكر ان هو كان 100 وشويه. ايوه بالظبط حاجه زي كده. كويس الحمد لله. على فكره احنا طلعنا غلابه قوي على فكره. بص بقى بيقول لك ايه بقى. بص اد الميجرز تو فاليوز اوف يور ماتريكس. نضيف بقى الميجرز دي كلها في الماتريكس اللي هي الافريج والمين والماكس. الافريج هنفتح كده الماتريكس دي كده عشان اكيد هيطلب مني سؤال يقول لي ايه نتيجه كذا او اي حاجه زي كده. هنجيب الافريج هنحطها في الفاليو اهي وهنجيب الماكس هنحطها في الفاليو وهنجيب المين هنحطها في الفاليو. كم دي مش صح. الارقام اتظبطت اهي. الارقام لا ارقام مظبوطه. الارقام اتظبطت اهي. تصدق صح الارقام كانت قريبه قوي من بعض عشان كده حسيت ان في حاجه غلط. انا حسيت الدنيا غلط.
بص يا شباب، بيقول لي بقى ايه بقى، تعالى بقى هنا كده. What is the average price in Canada in 2020؟ يا نهار اسود، يعني احنا لفينا اللفه دي كلها عشان في الاخر يقول لي كندا بكام. اه بص، كندا average price كندا in 2020 كام؟ 246 كده، تمام 246، احنا كده ماشيين صح. بعد كده what is the average ده كده create table name اسمه ميجر، بس دي اخر حاجه خلاص كده اهي ميجرز. احنا بنعمل بقى نكرييت تيبل، نعمل كده انتر داتا، شايفين انتر داتا دي كده اهي، شايفين كلمه انتر داتا دي في هوم اهي، كل علينا نسميها اسم ميجرز، بس لو كتبناها ميجر او ميجرز ممكن ما يرضاش، خليها ميجرز داش 1. هو بيقول لي ببص يا باشمهندس، انا مثلا كواحد عامل ميجر في كاستمر، وعامل ميجر في برودكت، وعامل ميجر في كذا تيبل تاني. قال لك لا، انت ممكن تجيب بقى تيبل لوحده اسمه ميجرز وترمي فيه كل انت عامله. وصل كده يا باشمهندس؟ طبعا نجيب الجدول ده ازاي؟ هنجيب كده حاجه في هوم، حاجه اسمها انت يا باشمهندس ايا كان واقف في ايه؟ ما اعرفش ايه اسمها، انتر داتا. خلاص انتر داتا، لا انتر داتا، ما هو هيبقى تيبل برضه، هيبقى انتر داتا، ونكتب في التيبل تحت اهو هنا كده اهو، نكتب ميجرز اي ميجرز اي، وندوس لود. يا مساعد، اهو بصوا عمل ايه، اسمه ميجرز 2. خدت بالكم هو كريت لي باسم ميجرز 2، ما جابهاليش باسم ميجرز، لان هي بتبقى في الباور بي اي في حاجه اسمها ميجرز، فكريت لي حاجه اسمها ميجر 2. فنيجي نعمل ايه بقى، هنيجي هنا في التيب في اسمه موديل فيو، موديل فيو هنيجي هنا كده في بروبرتيز والداتا دي. بصوا بقى، اي حاجه عليها قدامها اهي تعالى تيبل موديل فيو هتلاقي في حاجه اسمها بروبرتيز وداتا، وافتحهم يا باشمهندس افتحهم. خلاص، اي حاجه قدامها الا حاسبه سيلكت عليها، سيلكت على دي كنترول، سيلكت على دي كنترول، سيلكت على دي على دي على دي على دي على دي. شايفين اللي انا بعمله ولا لا؟ اللي انا عملته، اي حاجه قدامها الا حاسبه دي اللي انت عملتها. وبعد كده هنيجي هنا كده من كاستمر اهي، هنخليها ايه ميجر، هندوس عليها ميجر. لا بصوا على الحته دي، هي هنا كانت كاستمر يا باشمهندس، هندوس على ميجر كده راحوا هناك كده، خلاص ما بقوش هنا. حلوه دي يا باشا، دي اللي انت عايزها. على الله نعمل ايه، هنموت نفسينا. كنترول اكس، لا ما اعرفش ما جربتش. هذا الميجر، برودكت عملنا فيه برودكت حاجه، ريجن عملنا فيه ريجن حاجه، ريسيلر سيلز، سيلز لا سيلز ما عملناش فيها حاجه، سيلز اوردر. السلام عليكم. احنا كده عملنا كل الميجر، احنا جمعنا كل الميجر اهي، وفي الاخر خالص بص بيقول لك ايه في الاخر خالص، انا لسه ما قلتش السلام عليكم. نعم، ما فيش حاجه، تدوس اي حته برده من كاستمر تختار ميجرز. وصلت ولا ايه؟ ايه يا استاذه عطلانه اهي، بروبرتيز في هنا في داتا، داتا موديل اهي، بروبرتيز اهي موديل فيو، هتلاقي في حاجه اسمها داتا موديل اهي، كل الميجر اهي، ايه ده الميجر اهي، كل الميجر اهي اهي، انت علمت عليهم اهو كده، هتلاقي فينا هم في انهي اهو، اسمه هوم تيبل، هوم تيبل شفتها ولا لا؟ اختار بقى ميجرز، كله هيروح على الميجر. ينفع بيقول لك امسح كولوم، صح، ندوس على الكولوم ده. بص يا جماعه، هندوس على كولوم 1 ده كده هنا كده، ديليت فروم موديل، يس يس. هو اول ما بتكريت بيديك كولوم 1 كده، اللي هو بيديك زي معلش بحث خليك بحث. خلاص كده جواب، وصل كده جواب ولا ايه؟ انا اقدر اسيب وابعته لكم كمان عشان انتوا حبايبي. نعم، فين؟ في الباور بي اي اهو. لا انا قصدي بره جوه الشكل، انا شكل هنا كده
انت في حاجات بتبقى انت بتسأل فيها وبتبقى عارف اجابتها؟ لا مش عارف اجابتها. لا والله هذا تعرف. لا بصراحة مش عارف يعني. ممكن نخش هنا كده هنا. قول لي مثلا اسمه ايه؟ لا قصدي مثلا موظف عايز يصمم على التوتال بتاعك. لا مش عارف مش عارف. عايز مثلا موظف احمد يصمم بتاع المبيعات بتاعته. في حاجة اسمها كيو اند اي. تعالى كده. لا دي كده لو انت جيت هنا كده دوس هنا دبل كليك دبل كليك دبل كليك اي حاجه اسمها ظهرت لك حاجه اسمها بريبيرنج كيو اند اي. دي بتسالي اسئله اي بتبقى اسئله كده عباره عن بالاي اي هو بيقرا الداتا اللي عندك وبيبتدي يسالك اهو اسك يور كويستشن. انت عايز ايه مثلا؟ عايز تقول ايه؟ اي انت عايز تقول ايه؟ توب كاستمر باي سيتي زي يعني مثلا انت عايز ايه؟ صم ايه مثلا؟ صم او توتال نجيب توتال اسمها توتال بقى توتال بايك توتال سيلز باي بايك توتال سيلز بايك. بايك ما هو بايك ده كاتيجوري توتال سيلز باي بايك كاتيجوري. هو المفروض دلوقتي ان هو بيدور هو بيدور على الـ على الـ على السيرش اهو 95 مليون. عايز حاجه ثانيه؟ طب كان ينفع على الاجابه على سؤال لما انا كنت عامل سب اكس وفلتر ويبقى كده ده دي كويك ميجر. ايه؟ كويك ميجر صح؟ عارف في الاكسل لما بتيجي مثلا عايز كل اللي اسمهم احمد بس انا عايز الصرف بتاع المبيعات بتاع كل اللي اسمهم هو ايه ده؟ هو ايه اللي انا جبته ده حاجه غلط ولا؟ ما هو ما هي كاتيجري بايك. انت عايز يعني قول لي انت نفسك في ايه؟ قصدي يعني مثلا عندنا كذا موظف واحد اسمه كذا واحد اسمه احمد كذا واحد اسمه محمد ولي فانا عايز اللي اسمهم احمد بس عايز المبيعات بتاعتهم. طب الكاستمر احنا عندنا كاستمر لحظه احنا عندنا كاستمر ده مثلا روسل وايميلي وود والكلام ده ايه رايك نجيب ده؟ لا لا ايه رايك نجيب ده مثلا نشوف ده كده مثلا ايميلي وود ده هو ده كوبي اهو تعالى كده نشوف ده كده ممكن نجيب ايه؟ توتال سيلز باي ايميلي وود ايه ده 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 اهو ايميلي وود اهي استنى اهي ايميلي وود تعالى كده نكبر دي كده شويه. نعم يعني هقول لك هقول لك يا باشمهندس هقول لك ندوس كده توتال سيلز باي جهاز مثلا كاستمر اهو اه كي بي اي معلش معلش خليك بس عندي لحظه اقعدوا لحظه بس معلش كي بي اي كي بي اي اللي احنا اللي احنا السلام عليكم الكي بي اي عشان بس نبقى احنا عارفين الكي بي اي اهي كي بي اي هنجيب السيلز السيلز بتاعتنا تكون ايه؟ هتكون توتال سيلز احنا عاملينها فين؟ عاملينها في ميجر توتال سيلز هتبقى في الفاليو بعد كده بنحتاج الوقت الوقت اللي هو ايه؟ اللي هو الديت هنختار مثلا الشهر لا نختار السنه قال لك سيل توتال سيلز باير ان احنا عملنا 24 مليون 24 مليون وكسور طب احنا بقى عايزين تارجت التارجت نجيبه ازاي؟ هنعمل هنا نيو ميجر تاني هنيجي هنا كده ونعمل نيو ميجر ونكتب تارجت نكتب هنا كده في الميجر تارجت زي طارق ميه عشان شركه مثلا خليها 24 يعني مثلا خليها 25 مليون 25 1 2 3 1 2 3 دوس انتر هقول لك انا ده التارجت ونحطه هنا في التارجت اهو بيقول لك احنا واقعين عن التارجت بتاعنا ب 2% على طول ما هو بيقول لك احنا واقعين عن التارجت ب 2 طب لو احنا خلينا 24% لو خلينا لو خلينا التارجت ده لا 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 24 24 مليون 24 مليون دوس انتر
يبقى احنا كده يبقى احنا كده استنى يبقى احنا كده حققنا ب 2% زياده. وصل كده يا باشمهندس ولا ايه؟ تاني؟ ماشي ماشي. بصوا معلش معلش ركزوا بس في اللقطه دي معلش. كي بقى المره اللي فاتت ما اعرفش كانت بتخرف ولا انا اللي كنت بخرف ولا العيب فيا ولا في المكان الله اعلم. هندوس هنا نمسح الكي بي اي كلها. هنفتح الكي بي اي تاني، نفتح الكي بي اي، الكي بي اي دي عشان لو انت عايز تقيس انت بعت قد ايه، التارجت بتاعك، الكي بيرفورمانس انديكيتور، حاجات كتير قوي. هنيجي هنا كده هنقول له كي بي اي متقسمه لثلاث حاجات، البيع والمده الزمنيه والتارجت. البيع هنقول له التوتال سيلز اللي هو التوتال سيلز اللي احنا جبناها. تمام؟ المده الزمنيه هنيجي في الديت تيبل، الديت تيبل نختار مثلا السنه، نجيب السنه بالسنه. في الترند اكسس، الترند اكسس. ونجيب التارجت، التارجت ده يا باشمهندس انا عامله في هيئه ميجر اسمه تارجت. اهو كده اهي ميجر تارجت اهو، نحطه هنا في التارجت. حط التارجت اهو، التارجت اهو، حط التارجت اللي هو الرقم بتاعك 24000. اعمل نيو ميجر، اكتب تارجت وخلي التارجت بتاعك مثلا 24 مليون اهو. يلا لو حد عايز يكتب. انتوا مرعبين انتوا. غلابه احنا والله. احنا طيبين هنعمل لك ايه؟ اقول لك انتوا مرعبين والله. انتوا الثلاثه، انتوا الثلاثه والله. تعالي نجرب السنه. صح صح. شكرا يا استاذ والله يعني بجد بجد مش عارف اقول لك ايه. في التارجت في حاجه اسمها تارجت يا باشمهندس. كي بقى هنا التارجت اهو، التارجت اهو يا باشمهندس اهو. نجيب مثلا دي كده ونجيب الديت يير، نختار مثلا 2018 ابتدوا يجيبوا اهو 2017. هو كده بيجيب على الير او بص هو كده بص شايفين 2017 2019 تعالى نجيب كده 2017 2017. طبعا هو اقل من التارجت ب 11 مليون لان انا جايب التوتال بتاع البيع كله، توتال السنين كلها، توتال السنين كلها وانا حاطط التارجت كله. فاهمين قصدي يا شباب؟ فدي ممكن تعمل ازاي بقى؟ ممكن تقول له التارجت ده يبقى لكل نعملها ك نعملها ك لا نضرب العمود بتاع البيع بتاع كل سنه. نعمل بص هنا كده بص التوتال سيلز ده اذا انا يعني احنا عملنا سنين نقسمه على كام انا اصلا بجيب التارجت من الاخر. انا التارجت عندي بيبقى اصلا بشتغل شهر بشهر فببقى عامل ببقى عامل التارجت بالشهر. لا مش عارف مش فاهم فاهمين تاني شايف احنا احنا لو اخترنا يعني اللي هو زي التارجت بس واحد غيره مش هيتفلتر عليه؟ لا يتفلتر. مثلا لو تدفع 2017 تعالي كده نمسح التارجت ده كده، نمسح التارجت ده كده ونجيب عايز بروفيت مثلا؟ لا لا زي التارجت ده التارجت اهو تمام ماشي. لو تدفع 2017 اصلا اهو طبعا هي ناقصه عن التارجت فلو حطيت بتاعت التارجت دي كانت مختلفه اللي هو الانوال كانت. ايوه ايوه انا بحط تارجت بس بوريكم الحسبه ماشيه ازاي، لكن هو التارجت بيبقى فاريبل. فاهم التارجت ده انا لما باجي احسبه بيبقى محسوب اللي هو بيبقى قدام بعمل كده زي شيت او بص هنا كده بص شايفه السيلز دي كده بعمل شيت تاني خالص معايا ولا يا استاذ؟ بعمل شيت تاني خالص بيبقى بجمع البيع بتاع كل سنه اللي هي سامرايز عن طريق سامرايز وبحط جنبها التارجت جنبها فيبقى 2019 التارجت بتاعها مثلا 3 مليون 2016 كذا. فاهم قصدي؟ نعم السلام عليكم. لا سامرايز لا ما سامرايز ثانية عشان بس يعني مش عايز حد يبقى محروم من حاجة يعني قبل ما امشي. انا مش عايز حد يبقى محروم من حاجة يعني اهم حاجة بس يبقى كله يبقى طيب اهو. اتفضل اتفضل. اللي هي رقم بس ولا ممكن 24 مليون مثلا؟ لا تاني كده يعني التوتال سيلز يعمل كده برقم على بعضه او كده مثلا 24 ام
بتيجي تقف هنا كده، بتيجي تقف على توتال سيلز، توتال سيلز اهي، وتيجي هنا كده وتيجي فين. احنا لازم نظهر، تظهر الاول في كارد الاول يا باشمهندس. ماشي، تعالى كده هنا اهي التوتال، هنا كده اهو الداتا ليبل، هنخليها لا مش تبقى هنا، مش تبقى هنا، خلينا نعملها في كارد احسن. هتبقى في كارد كده توتال سيلز، توتال سيلز اهو 2 مليون اهي يا باشمهندس. بص اهي كده عشان تظهر ازاي 2 مليون يا باشمهندس. الكارد انا عملتها في كارد، حطيتها في توتال سيلز اهي. نيجي هنا كده كاتيجوري ليبل اهي، ديسبلاي اهي، نخليها مثلا 1000، اتقلبت كده معايا ولا ايه؟ ما انا بقول لك انت ممكن تيجي هنا في التارجت ليبل دي كده وتبتدي تظبطها. ايه في الفاليو؟ في الفاليو تارجت ليبل اهي. لا بس مش تيجي برضه، مش تبقى ممكن. لا في كي بي اي اهي. اول واحده كول اوت فاليو اهو دي بس كده. بس حاجه خلصنا. انا حابب بس النبي اخد صوره معاكم كلكم بعد اذنكم، بعد اذنكم عشان دي اخر محاضره ومش هتشوفوني تاني ان شاء الله. خلاص بقى فكده انا كده خلصت اونلاين اهو. يلا انا عايز بقى اخد صوره وخلاص على كده، وكل عايز يمشي يتفضلوا. الحمد لله ما تاخرناش، الحمد لله. الحمد لله.